بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. عندما يتسع الرتق على الراتق وكل على قدره فغلطة الشاطر بألف. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. حلقة النهاردة من ملك وكتابة هي الحلقة 916، وبيبدأها المهندس عدلي عندما يتسع الخرق على الراتق. خير، هو ال 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 في جزء عام للمناخ كله ان الثوب اصبح مهلهل، وطريقه انك انت عمال ترفي، ايوه بترقع فيه، وهو لن تصلح، القطع كبر لن تصلح. ايوه القماشه اصبحت باليه والسليم انك تجدد القماشه، مش في الافراد. القماشه هنا اعني بها المناخ المحيط بمتخذ القرارات. نحن من نظامنا الكروي الجلسه مش الحلقه الماضيه ولا قبلها ولا قبلها ولا قبلها، ومن سنين عمالين نقول ان ما يحدث هي عشوائيه كانت بتفرز بعض النجاح اصبحت بتهدم معظم النجاح، واصبح النجاح حتى غامض ملوش تفسير قوي الا من شويه ظواهر إيجابية بتحاول تناضل لوحدها في الأندية. الخرق هنا ما ينفعش فيه رافي. غير، وإذا كنت عايز تحل أنت تعرف الحل فين. وأنا عندما أنت مين بقى؟ من أول اتحاد الكرة وعلى رأسه هاني أبو ريدة على جديده يعلم الصح فين، وإذا لم يفعله فهو لا يريد أن يفعله، قول واحد. لو حاول مهما كانت القرارات صعبة أو مباشرة أو طالما أنها تتسق مع لوائح الاتحاد الدولي إحنا كلنا وراه. تمام، عايز تقضيها زي ما أنت حر. طيب، مغطى الشاطر بألف، إن أصبح هذا النظام بيفرز إن أحيانا الرأي العام قد يفرز نجوم مبالغ جدا في نجوميتهم ويهدم نجوم مجتهدين بيمروا ببعض اللحظات الضعف ولا يدري انه بهذا لا تاخذ القرار السليم. لا المبالغه في الاشاده صح، ولا المبالغه في النقد صح، ولكن ينبغي ان يكون كل على قدره. حتى يكون كل على قدره، نشوف أبرز عناوين الحلقة. التالتة مش ثابتة ليه؟ كأس التحدي اللاعب رقم واحد بيسخن. اعتراف بأثر رجعي. الأستاذ تلميذ، طب ازاي؟ الاهلي فرع سموحه ولعبت كل يوم. واخيرا عندما يسبق الكتاب التمرين. ده محتوى حلقه النهارده، نامل ان شاء الله تعالى نناقشه مع حضراتكم بالشكل المتنوع ده. لكن في البدايه، النهارده صدر قرار المدير الرياضي في النادي الاهلي بقراره الكابتن محمد رمضان بتغريم اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق مليون جنيه نظرا لما بدر منه. تعليقك. تعليق ان انا افسر اللي قلته في المقدمه. كل على قدره. غلطه الشاطر بألف. لما تبقى نجم كبير والناس حطاك على الراس ما تغلطش الاخطاء اللي يعملها المبتدئين. وانا هنا لا اتحدث عن انفعال لحظي او تصرف فردي، لانه لما بيتكرر من النجوم بالذات يبقى لازم نتوقف هو 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 في ايه. طيب تعال ندرس المشهد العام في النادي الاهلي، وعشان اللعيبه برضو تفكر فيه، وعشان المسؤول وبيتعامل مؤكد هو بيبحث عن الاسباب، ولكن اذا كان دورنا ان احنا نساعد يا رب الكلام اللي هقوله ده
يكون فيه مساعدة. قول. عندما تصل الإشادة وتتجاوز دورها الموضوعي لمجرد ان انا برد على المنافس او ان انا يعني بنخلق اساطير ردا على خلق اساطير وبتاع، انا ماليش دعوه بغيري. انا اللعيب عندي يقيم بادائه والتزامه وسلوكه وجماعيته، مش لانه امهر واحد عندي. امهر واحد عندي هيحاسب على قدر المتوقع منه. احنا لسه دلوقتي انتهت مباراة السوبر في كرة السلة. الناس زعلانة ليه من الكابتن العظيم الموهوب جدا إيهاب أمين؟ لأن حجم الأمال عليه، الأهلي خسر 89-84. حجم الأمال عليه عالية جدا. متعادلين خطأ ما كانوش متوقعينه من نجم كبير. إذن الزعل على قدر غلطة الشاطر بألف. أنا متأكد إن واحد باتزان إيهاب أمين هيستوعب أسباب الزعل وهيحاول يعالج هذا الأمر. النجم إذا لم يذوب في جماعية الفريق مش هينجح لوحده. ده في الباسكت وفي الكورة وفي كل، يعني أنت ربطت غلطة ملعب وغلطة بره الملعب كله. اه ما هو أنت دلوقتي هو لعيب زعلان اللي في النادي الأهلي اللي ما بيلعبش لأنه مش مستوعب المشهد. هو بيقول لك أنا إزاي أبقى كويس وأتركن؟ يا عم في، على فكرة إذا كان المدرب ده أي مدرب مش كولر بقى، هيمسك النجوم يستنزفها في الماتشات اللي التي تحتمل الروتيشن والتدوير عشان يستفيد منها في الماتشات الأكبر. يبقى أنا مش فاهم، مش فاهم، مش فاهم إيه اللي بيحصل. كنجم لازم أستوعب دي. النجوم اللي الإدارة الفنية بتريحهم مش بس لأنهم لازم ياخدوها بفكرة ما أنا كويس، أنت كويس، عشان تفضل كويس لازم ترتاح. دي لمصلحتك ومصلحة الفريق ولمصلحتك أنت أكتر، لأنك طول ما أنت كويس ساعة ما تلعب وتبان كويس أنت كده نجم كبير. لكن لو عدى بقى كل واحد وهو غضبان يرجع طالع مبوز ولا يشوح ولا يعمل وبعدين يبرطم وبعدين الطاقة السلبية دي بتتنقل للفرقة. احنا كده يا جماعة بنضر نفسنا. فاللعيبة لازم تبقى مستوعبة فكرة ان مهما كنت كويس لازم تقعد شوية. ملهاش دعوة بانت كويس. يجوز هو شايفك انه حمل عليك زيادة عايز يريحك. انت او هو صاحب القرار في النهاية. لا يا سيدي هو صاحب القرار. انا كنجم شايف لازم انا استوعب. مش بس كده، ما هو صاحب القرار هو هيعمل القرار. لو خدتها بقى في المعنى الحرفي لترتيب المسؤوليات وترتيب الحقوق، لا مش من حقك تغضب. لكن انت عشان تفهم فما تغضبش. ايوه فالدنيا تمشي سلسه. وخلي بالكوا يا جماعه إن اللعيبة دي طبعًا متأثرة بالمناخ العام وبيتلعب فيها في ودانها جدًا جدًا جدًا، سواء من الناس بغير قصد اللي بتحبهم. لذلك أنا أتمنى أقول لجماهيرنا الجميلة، على أنت على قد ما بتشجع ما تروحش تاخد النجم، ها، تعلي فيه قوي عشان ما يحسش إنه أنتاتشبل، غير قابل للمس. إحنا بشر، كل واحد هيجي له لحظة لازم يا يرتاح يا يحاسب على أدوار ما بيلعبهاش. وإذا النجم ما كانش في إطار المجموعة ضرره هيكون مش إمام هنا بقى. أنا بتكلم بشكل عام. لأي واحد بيبوظ ويغلط مش معقول هنعيش. والمسؤول لازم يدور هو 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 ده سببه إيه. في ناس يا جمهور ما تقارنوش اللعيبة بتاعتنا ببعضها. أوعى تغلط الغلطة دي. أوعى تيجي لعيالك تشكر في واحد وتذم في التاني حتى لو انت شايف ان واحد عامل اللي عليه والتاني مقصر. بالعكس، خد المقصر على جنب واديله دوافع انه يحسن من نفسه، وكل ما ياخد خطوه لقدام لازم يتم الاشاده بيه. والتاني عشان برضه ما يحسش انه غير قابل للنقد مش على طول المدح. فما تقارنوش لعبتنا ببعض. اوعوا تغلطوا. اوضه اللبس معناه ان اللعيبه تحبوا بعض. هتحب بعض واحنا عمالين نقول ده لعب وده المفروض يلعب وده ما لعبش ليه وده احسن من مين وده كل اللعيبه اللي اتهاجمت النهارده هي نجوم الفرقه وهي اللي شايلاه. افهموا من دروس
المشهد انتوا بغير قصد بعضنا بي 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 يعني بيوصل للعيبه رسالات غلط. اتمنى الردع. طبعا الردع يا استاذ ابراهيم مطلوب وتطبيق اللوائح مهم جدا وفرض النظام اهم ومفيش اهم من النادي، لكن الاجمل من كل ده انك ما تضطرش تطبق العقوبات. ازاي؟ ان يبقى في استيعاب، انا وانا بتغير بقى فاهم بتغير ليه، حاجه تكتيكيه اللحظه بتقول ارتاح، زميلي عايز محتاج فرصه، فاهم ازاي؟ لو استوعبنا هذا كل الناس هتقبل بعض، خاصه لعبتنا كبار وبيحبوا بعض وبيبان قوي قوي مساندتهم لبعض. لما حد بيتعرض للهجوم ويجيب جون ولا بتاع تلاقي الفرقه كلها عايزه تقف معاه. فارجوكم ارجوكم ارجوكم خلي بالكم استاذ ابراهيم، لما اتقال في 2008 ينوقف النادي ينوقع الاهلي، الموضوع ده ماشي باحترافيه ووصل لمرحله النضج. انت بتعمل تم في سيناريوهات، في خطه جماعيه، في ناس بتفكر وناس بتنفذ وبدقه، ويبان الكلام انه ساذج وتضحك عليه في الاول وتشوف العبط شوف بيقول ايه، بعد شويه الحاح 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 لما وبعدين ياخد انت عندك انت بقى يهاجمك 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 ونوع من الابتزاز، كل واحد يجي يتكلم اديله عشان يخاف يتكلم. احنا واصلين لدي، نتمنى ان ندرك المشهد الاعلامي صح عشان نتعامل معاه صح. امام عاشور تقول له ايه؟ اقول له كل اللي فات ده، كل ده يا كابتن امام مؤكد انك لعيب عندك امكانيات كبيره، بس انت مش احسن حاجه في الدنيا لسه. تقدر تكون احسن حاجه؟ تقدر تكون. انت ما كنتش وانت في الزمالك احسن لعيب في مصر، بس كنت لعيب واعد جدا جدا جدا، وانت عندي لعيب مهم جدا 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 زي زمايلك الكبار اللي حواليك. ايوه واخد بالك؟ فلما يجي ماتش واحد يلعب ويتم الاشاده بيه، انت ما تزعلش وما تقلقش، دوس عشان ترجع وتلعب وتريح زميلك ده لما يحتاج الراحه، ونستفيد منك ومنه. وانت راجل انا عارف معدنك انك انسان كويس، اللي بيلعب في ودنك ده طلعه من ودنك ودوس عليه، طلعه من ودنك ودوس عليه، ودوس عليه لانه حشره هتخرم لك طبلة ودنك. اللي بيلعب في ودنك مش بيقصد مصلحتك، ده عايز يخلص عليك ويخلص على الاهلي ويهز استقرار الفريق. وتكير انا اقول امام، مش امام، انا اقول للامام وكل النجوم اللي هي بتحس احيانا انها طالعه متضايقه او قاعده متضايقه، اعرفوا انت جاي لك دور هتبقى لعيب مهم جدا جدا وزميلك يرتاح. دي شيم يعني سمت الفرق الكبرى، وافتكر انت ليه بتكسب بطولات، عشان انت فرقه بتعمل كده. وهو ده سبب البطولات، تاني وتامن وعاشر ودائما وابدا. حبوا الاهلي كما وجدتموه، وجدناه منظم، مفيش حد اهم من الكيان، العمل الجماعي اهم من العمل الفردي، وكل اللعيبه اللي بيجيبها النادي الاهلي نجوم، ما بيجيبش غير النجوم. عشان كده الاهلي وصل لهذه القيمه اللي جلوب سوكر بتعلن انه الاهلي في القائمه النهائيه المختصره لجائزتي الافضل، سواء افضل لا نادم في العالم او افضل نادم في الشرق الاوسط. ده حسب اعلان جلوب سوكر وفقا للتصويت اللي تم، وهنشوف الفتره الجايه ان شاء الله ايه اللي هيتم. رابطه الانديه أندية الدوري عدلت ميعاد الأهلي وسموحة. ممكن أتوقف هنا اللحظة؟ هو العين مفهوم بطل آسيا. الهلال مفهوم. طيب النصر كريستيانو رونالدو، ولا ده يديلك تفسير للنتائج بتاعة التصويت؟ طبعا طبعا كالتمهيد، زاوية تسويقية، كالتمهيد انه يخش في المنافسة. على اساس انه عمل كده. بس هو يعني
نتمنى لكل الاشقاء طبعا يتواجدوا في ذا بيست من خلال ما النتائج والاداء، ونتمنى في الاخر التوفيق للنادي الاهلي. واقول لجمهور الاهلي بقى، الاهلي ملوش الا انت. هتقول لي بيعملوا يسووا، خش وكثف وافرض بصمتك، وافرض نظامك ونظام النادي الاهلي، وانتبه للي انا قلته وفكروا فيه، يجوز ينفع. طيب الرابطه كمان، رابطه الانديه زي ما قلت لكم عدلت ميعاد مباراه الاهلي وسموحه، لان كانت متعارضه مع مباراه الاهلي والشباب بالوزداد بعد ما الاتحاد الافريقي حدد ميعاد مباراه بالوزداد، فترحلت مباراه سموحه ل 12 يناير الاهلي وسموحه 5 مساء في استاد القاهره. وبناء عليها عدلت مباراه لسموحه، مع مودرن سبورت كان هتتلعب 7 يناير بدلا من 12. التعديل ده تم بسبب قرار الاتحاد الافريقي بتعديل او بتثبيت ميعاد. الرابطه كمان اعلنت تعديل ملعب مباراه الاهلي مع البنك الاهلي، نقلته من استاد القاهره لاستاد السلام 5 مساء الاحد ان شاء الله تعالى. الاسبوع الرابع هيبدا السبت بمباراتين، زد مع حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا مع مودرن سبورت يوم الحد، وطبعا الاتحاد مع الجيش في يوم السبت. يوم الحد الثلاث ماتشات، البنك الاهلي مع الاهلي الساعه 5، وسموحه مع الجونه، وامبي مع الاسماعيلي. يوم الاثنين المصري مع بيراميدز، بتروجيت مع فاركو، وغزل المحله مع الزمالك في ختام لقاءات هذا الاسبوع. طبعا بعديها الاهلي على طول بيشد الرحال الى جنوب افريقيا علشان يواجه اورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر ان شاء الله في الجوله الثانيه لدوري الابطال. دوري الابطال البطوله اللي النادي الاهلي حائز على اللقب او الرقم القياسي في التتويج بيها، واللي زي النهارده كان في 27 نوفمبر 2020 الاهلي بيفوز بكاس دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه بعد ما فاز على الزمالك 2-1، المباراه الكبيره التاريخيه. سجل هدفي الاهلي عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه عشان يحرز الاهلي لقب التاسعه في 2020. نفكركم، شوف المباراه دي عشان نذكر الناس بيها. فاز الاهلي 2-1، 3 اهداف من ابدع ما يمكن، هدفي الاهلي عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، وهدف الكابتن شيكابالا. الاجوان حلوه قوي. شهدت المباراه ايضا كورتين محل جدل، بيتجاهلوا واحده بيتكلموا على الثانيه. كورتين في العارضه، واحده من السكس يارد لحسين الشحات بعد ان تجاوزت الكوره حارس المرمى والمرمى فاضي، لعبها ببطن رجله وهو بيتحرك، جت في العارضه، جون فاضي تماما من السكس يارد. والاخرى من خارج ال 18 للكابتن زيزو، جت في العارضه. ولكن عندما يتحدث البعض يقول لك لولا الكوره بتاعه زيزو اللي جت من بره ال 18 في العارضه كان الزمالك كسب. يعني بلاش حسين الشحات اللي من السكس يارد، بلاش. بلاش سياده الاهلي لهذه المباراه في 80% من اوقاتها. بلاش الجون، انا لما تشوف الجون الكابتن مجدي قفشه ساعة الكورة ما اتلعبت من الكابتن محمود علاء وكأنه شايف اللقطة دي قبل كده، جاي مندفع عارف انه هيقطعها وواخد القرار قبل ما تنزل على الأرض. هشوف هو جاي، ويا ريت عيدها لنا شوارب تاني علشان الناس تشوف القرار متاخد ازاي والثقة، وكأنه يعني مستنيها، هي دي هعملها كده. فجون بديع من ابدع الاهداف اللي ممكن تشوفها في حياتك. واخد بالك؟ بص الكوره، الناس، لا محمود علي ما غلطش، لعب الكوره بره 18 وعلى جنب، بص التاني جاي يجري ازاي؟ والقرار عامل ازاي؟ وراحت فين؟ هذا هو ملخص المباراه. كان الاهلي يعي تماما ما يفعله في هذه المباراه اللي كانت على فكره الزمالك بأقوى تشكيل له خلال 10 سنين اللي فاتوا.
كل نجومه كانوا في الملعب، لكن استطاع النادي الاهلي ان يحسم مباراه مهمه جدا 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 اطلق عليها نهائي القرن، لانه كان بين الاهلي والزمالك بطوله ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك. النادي الاهلي وصل بعد ما تجاوز الوداد، الزمالك وصل بعد ما تجاوز الرجاء، ولعبوا هذا الفاينل الرائع الذي يليق بالكره المصريه. طيب 28 نوفمبر، ولكن امتى بقى؟ 1930. ما كانش الزمالك زمالك، كان الزمالك اسمه المختلط. واجه الاهلي، الاهلي كسبه 4-0. سجل الاجوان اسطوره الاهلي الكبير كابتن مختلط تيتش هاتريك، ولبيب محمود سجل هدف عشان يفوز الاهلي في دوري القاهره 4-0. لكن كمان برضه في نفس اليوم 28 نوفمبر، ولكن سنه 77، توفي السيد نصير. السيد نصير يا جماعه حد اول رياضي مصري وعربي، يا ريت تشوفوا صورته، اول رياضي مصري وعربي يفوز بميداليه ذهبيه في الاولمبياد، كان في امستردام 28. توفي في سنه 77، وكان السيد نصير اللي انتم شايفين صورته له من مواليد 31 اغسطس 1905، يعني اتولد قبل نشأة النادي الاهلي بسنتين اتنين في قرية شوبر في محافظة الغربية، في طنطا، جنب طنطا. انا بس في صورة تانية وهو واقف، هشوف تكوين بدني مش موجود النهاردة بين عمالقة رفع الاثقال في العالم. كان اعجاز هذا الرجل، سيد نصير اللي حط الاهلي في الرياده، لانه بقى النادي الاهلي اول نادي يطلع رياضي يفوز بميداليه اولمبيه ذهبيه. وده اللي لما توفي رثاه امير الشعراء احمد شوقي بقصيده بديعه، قال له: ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا. يعني بصوا قيمه يعني الرياضي وحش كبير زي سيد نصير لما اللي يرثيه أمير الشعراء أحمد شوقي. كان حاجة كبيرة قوي يا باشمهندس. حاجة كبيرة، وأنا بقول لك يعني الناس دي لازم والله العظيم ده يتعامل عنهم أفلام. والله يستحقوا. أنت لما تشوف تاريخ حياته هتلاقي حاجات رائعة جدا. ولما تشوف تأثيره في توقيته وفي زمنه هتشوف إنه ده كان إعجاز على مستوى العالم. تكوين بدني لا موجود النهارده محدش يقدر ينافسه. قصيده احمد شوقي كانت في تكريم البطل الكبير سيد نصير اللي انتخب عضوا في اللجنه التنفيذيه للنادي الاهلي، وكان رائد اللعبه واول مصري زي ما قلت لكم عربي فاز، انتخب عضو في اللجنه التنفيذيه للنادي في 1934، ومراقب للحسابات في سنه 1938، وكرموا امير الشعراء احمد شوقي بالقصيده اللي قلت لكم عليها لما فاز بالميداليه الذهبيه الاولمبيه الاولى في تاريخ الرياضه المصريه والعربيه. ناس كتير ما تعرفش يا استاذ ابراهيم بالمعلومات اللي قلتها دلوقتي. أي. دوره في الدولاب العمل جوه النادي الاهلي. ودوره الاداري، عضو لجنه تنفيذيه ومراقب حسابات، ده معناه ايه كمان؟ عنده ثقافه. ايوه، وعنده قدره في الاداره. لا، النادي الاهلي يعني يعتز بهذا النموذج تماما. صحيح. في 28 نوفمبر، ولكن سنه 82 كانت الضربه الافريقيه الاولى. ودي الحقيقه البطوله اللي يحتفي بها تاريخ النادي الاهلي اي يوم احتفاء. اول لقب الاهلي يفوز به في افريقيا كانت بطوله الدوري ابطال افريقيا 1982. 28 نوفمبر الاهلي فاز على كوتوكو 3-0 في مباراه الذهاب في القاهره. كابتن خطيب سجل هدف، سجل الاهداف الكابتن خطيب هدفين وعلاء ميهوب هدف. سافر الاهلي الى كوماسي وهو عنده هذا الفوز المهم. التعادل هناك 1-1 بهدف ايضا لكابتن محمود الخطيب في كوماسي، عشان ترجع بعثة الأهلي من كوماسي باللقب الأول والكاس الأولى للأهلي في دوري الأبطال، وده كان الفتح الكبير للأهلي في أفريقيا. الكابتن صالح حكالي كواليس هذه المباراة،
لانه كان مع الفريق. فبيحكي لي انه المباراه كانت في اجواء حربيه مرعبة. بالمعنى في كومبس. حربيه. نزل رئيس الدوله بطائره حربيه في وسط الملعب. يعني كابتن صالح رئيس البعثه. وكل المدرجات فيها الايقونات السحر وماسكات الرعب الافريقيه. والجو كان محموم جدا جدا لدرجه الكابتن صالح قال لي كان كل همي ازاي اخد اللعيبه واجري بسرعه. فكرك بالثلاث اجوان اللي هنا، نشوف الثلاث اهداف بتاع مباراه الذهاب. لسه ما تلمناش على الكوره. شاط بتعدي ياخدها نمره ثلاثه بكريم زيتو، تروح لمصطفى بيلعبها طويله للخطيب بيحط الجول. يا الجول ده ما احنا شايفينه اهو بيتعاد. يا سلام يا ولد يا لعيب. طويله اوفسايد. ماشي يا مصطفى عبده مش اوفسايد. ماشي بالعبها بالعرض على طول. الجول الثاني في الدقيقة 19. كورة مع 13 ألبرت بيجي على الباك لاين بيلعبها طويلة يا فحيا ربيع ومصطفى عبده بيلعبها للخطيب حلوة من ورا الجول وماشي الخطيب هو واحد بيفضل نفسه ولا برجلك شمال وش في الدقيقة 35. أهلي 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 برافو يا خطيب. والله كنت بلعبها معاك وأنا قاعد قدام الميكروفون وعارف إن أنت هتعملها كده. يا جماعة إيه العبقرية دي؟ إيه اللعيبة دي؟ إيه مصطفى عبده ده؟ التلات أهداف بلمسة واحدة من مصطفى عبده. الكرة اللي عاملها العلامة يهوب عاملها من الوينج الشمال. من الوينج الشمال وبالرجل الشمال واخدها فيرست تايم. الجون الأولاني تذكر السنة اللي فاتت وسام جاب جون وهو بيجري قلت لك شبه. بس إيه القرار بتاع كابتن خطيب وهو بيجري في وسط اثنين والجون طالع له واللمسة الحانية لأن من فوقه إحساس بالمكان. يعني هو ما كانش قريب. ده من على حرف ال 18. الكابتن حسين مبروك مذكور كان في الاخر له تعليق يقول والله كنت بلعب معاك يا ابني والله في الجون الثالث. انما مصطفى عبده اللمسه. بص المشجع اللي قاعد جنب الميكروفون اهلي اهلي. لا ما يعني كانت الدنيا. انما برضو انا بقول لك يعني عبقريات الفقره دي من الفقرات اللي بحبها يا استاذ ابراهيم. لان احنا الحقيقه بنربط الماضي بالحاضر. على فكره صاحب جون التعادل في كوتوكو هناك كان الكابتن خطيب برضه مختار وكرة بالكعب وانفرد نفس الكلام. بص يا جماعه الكابتن خطيب معتزل بقاله قد ايه ولا زال هو الهداف التاريخي للاهلي في بطولات القاره. 37 هدف، بعديه كابتن محمد ابو تريكه اعتقد 32 هدف، ثم عماد متعب، ثم حسين الشحات. يمكن حسين الشحات دلوقتي الاقرب من الجيل الحالي تقريبا حاجه و20. لكنه بصوا على الرقم 37 هدف. الرقم ده قعد صامد في بطولات افريقيا رقم قياسي في القاره كلها لغايه من كام سنه بس تم كسره. لكن على مستوى الانديه المصريه لازال الرقم باسم الكابتن خطيب هداف الانديه المصريه والكره المصريه في بطولات القاره. كابتن حسين الشحات محتاج حوالي 10 اهداف عشان يقدر يكسر هذا الرقم. طيب خلصنا من زي النهارده، لكن خلينا كأس التحدي واللاعب رقم واحد بيسخن. لاعب رقم واحد جمهور الاهلي، لانه يا جماعه اللي شاف جمهور الاهلي في كل مناسبه بالذات في منطقه الخليج، يروح يلعب في السعوديه، يلعب في الامارات، يلعب في قطر،
اي مدينه عربيه يحل عليها الاهلي ضيفا تبص تلاقي الحضور الكبير جدا لجماهير الاهلي من دلوقتي وقبل مباراه 14 ديسمبر اللي الاهلي هيلعب فيها على كاس التحدي الفائز من بطلي امريكا الشماليه والجنوبيه. من النهارده اللاعب رقم واحد في الدوحه بيسخن، عشان كده معانا من العاصمه القطريه الناقد الرياضي والصديق العزيز الاستاذ محمد الجزار عشان يحطنا في كل تفاصيل المشهد للانتر كونتيننتال. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء النور استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للباشمهندس عدلي وكل جمهور النادي الاهلي وكل متابعين قناه النادي الاهلي. انا عارف انه اللاعب رقم واحد بيسخن عندكم من بدري شويه، ايه التفصيله؟ والله ده بيسخن من وقت مباراه العين يا كابتن ابراهيم. يمكن الحقيقه الجمهور النادي الاهلي ليه علاقه خاصه هنا، لرابطه المشجعين او جمهور النادي الاهلي في قطر في علاقه كده خاصه جدا مع النادي الاهلي لما بيجي الدوحه، لان الحقيقه في الاهلي مرتبط بالانجازات والبطولات لما بيجي قطر بالذات. حصل ده في بطوله كاس العالم للانديه الميداليه البرونزيه، حصل في بطوله كاس السوبر قدام الرجاء قدام نهضه بركان كان اللقب من نصيب النادي الاهلي، حتى في بطوله السله الاهلي في بطوله الانديه العربيه صحيح خد الوصافه لكن كان في حضور جماهيري مميز، وكان رغم الغيابات ورغم الظروف كان بمثابه انجاز للنادي الاهلي وان كان لا يرضى الا باللقب. الحقيقه عموما من وقت مباراه العين وبعد ما تحدد ان قطر هتستضيف النهائيات وتم الاعلان بشكل رسمي، جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيستعد بكل قوه وبيجهز نفسه لدعم كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله من اجل الوصول الى المباراه النهائيه والعبور الى استاد لوسيل، الاستاد اللي استضاف نهائي بطوله كاس العالم 2022 قبل سنتين. ان شاء الله باذن الله من خلال اللي انا شايفه ومن خلال العمل الكبير اللي بيقوم به الشباب هنا هنقول نوعد باذن الله كل محبين وعشاق النادي الاهلي في كل مكان انهم هيشوفوا حاجه تليق باسم النادي الاهلي وبسمعه النادي الاهلي وباسم جماهيره كمان. كلنا ثقه طبعا في اولا اهلا بيك محمد، وكلنا ثقه ان جماهير الاهلي في اي مكان، والدوحه كما رايناها اكثر من مره لا بيبقى اولا طوقين جدا يشوفوا النادي الاهلي وعارفين بيشجعوا ازاي. تشجيع ناضج جدا في كل ثانيه من قبل المباراه ما تبدا لحد ما تنتهي، وكمان النادي الاهلي بيفي بوعوده في كل الاحوال حتى الان في الدوحه. يا رب المباراه القادمه تكون برضو ضمن هذه السلسله من النجاح للنادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس عدلي. الحقيقه انا هحكي لك على موقف حصل قدام عيني الحقيقه من الحاجات اللي بتبين لك قد ايه جمهور النادي الاهلي بينتمي لهذا الكيان. الشباب هنا يا باشمهندس بيعملوا بروفات عشان ينظموا مدرج الثالثه شمال وعشان الهتافات اللي هتطلع وكل الترتيبات الخاصه بتشجيع النادي الاهلي تكون بصوره احترافيه بشكل كويس. فالحقيقه اول بروفا ثاني بروفا الشباب اللي بيجوا المجموعه الناس اللي يمكن اكتر من الرجال او الشباب الكبار في السن، لكن مع الوقت بدا بعض العائلات تيجي، بدا بعض الاطفال، بدا الكثير من الاعمار والفئات السنيه تيجي تكون موجوده، حبوا الموضوع جدا. فالحقيقه من ضمن الهتافات هتاف من كل مكان جايين للاهلي، فالشباب عملوا الاغنيه وعملوا الهتاف باشمهندس بدون موسيقى بدون الترومبيطه، فالناس بدات تهتف وتقول بس باصواتهم بحناجرهم. انا شفت في عيون بعض الناس لما بتيجي الحته بتاعت بيتي واصحابي واهلي حسيت ان في بعض الناس بدات عينيها تدمع، بدات الناس تحس ان المدرج بتاعها والنادي الاهلي ده ملك ليها وكيان هي منتميه ليه، انهم اصحاب جالسين مع بعض وموجودين وقاعدين مع بعض في حب وانتماء لهذا الكيان. المشهد الحقيقه مؤثر جدا، بدات الاطفال تحفظ الاناشيد وتردد الاناشيد، بدا الموضوع ينتشر، بقينا نشوف الناس مقبله كل مره تجمع بيقولوا لا عايزين كل اسبوع
بدل ما يكون يوم او يومين يكون ثلاثه واربعه نيجي نهتف ونشجع عشان نكون جاهزين للنادي الاهلي. انا حتى على المستوى الشخصي انا عندي بناتي مكه وكيانه باشمهندس شافوا فيديو البنت الصغيره بتهتف للنادي الاهلي هتاف جميل بقى كل يوم يتفرجوا عليه على اليوتيوب. جبت لهم تيشيرت النادي الاهلي، عايز اقول لحضرتك انهم كل يوم قبل ما يصحوا يروحوا الحضانه اصحى الاقيهم حاضنين التيشيرت واخدينه جنبهم فرحانين. وحتى والدتهم تقول لي امتى يوم الماتش، لازم البنات رغم انهم لسه ثلاث سنين لكن عايزين يروحوا النادي الاهلي كل يوم يتفرجوا على الفيديوهات وهتافات الجماهير. فالحقيقه في حاله جميله جدا باشمهندس. احنا بالنسبه لنا كل الناس هنا قدوم النادي الاهلي عيد، كلنا منتظرين اليوم، ربنا كلنا مستنيين اليوم ده، ربنا يخلي لك اولادك ويخليهم للاهلي. ولكن عايز اسالك سؤال، لاني دائما الاحظ ان روابط المشجعين في الخليج وتحديدا السعوديه والامارات والكويت والبحرين بيبقى في تنسيق وفي حرص ان هم يتوافدوا على كل الايفنتات اللي تخص النادي الاهلي. هل في اتصالات معينه بيلجؤوا لكم تساعدوهم في حاجه، ولا مفيش تنسيق حتى الان في هذا الامر؟ لا الحقيقه يا باشمهندس، خليني الاول اشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى ليه الشفاء العاجل، ربنا يخليه ويبارك في عمره وما يحرمناش منه ابدا. الحقيقه في تنسيق كبير جدا الاول ما بين اداره النادي الاهلي والرابطه، مثلا رابطه النادي هنا في قطر، على تواصل باستمرار مع الاداره، مع الاستاذ سعد شلبي، مع الباشمهندس خالد. الحقيقه فاتحين خط اتصال والاداره بتحاول انها توفر ليهم كل احتياجاتهم بشكل كبير جدا، وده بيحصل. ويمكن انا من خلال معرفتي وتواصلي مع الكثير من الناس في سواء الامارات او البحرين وحتى السعوديه والكويت برضه نفس الشيء بيحصل. فاصبح العلاقه لما بيكون في ماتش في السعوديه، الاتصال بين رابطه السعوديه ورابطه قطر، بين رابطه قطر وبين رابطه الكويت، بين رابطه الكويت والسعوديه. فكلنا بحكم القرب الجغرافي الماتش لما بيكون في دوله من الدول دي كانه في قطر، هو نفسه في السعوديه او في الكويت. ففي التواصل بين كل الشباب في الروابط في الحقيقه علاقه مميزه جدا، لدرجه ان حتى هنا الشباب في رابطه السعوديه عرضوا على الشباب في رابطه قطر انهم يوفروا لهم الادوات ويجيبوا الادوات اللي استخدمت في التشجيع خلال بطوله كاس السوبر، ونفس الامر في بطوله كاس السوبر في الامارات. فالحقيقه في تواصل كبير جدا، ودي الروح اللي بتقول ان جمهور النادي الاهلي هو الدرع فعلا والسيف وحامل حمى بالنسبه للكيان. الحقيقه انا شخصيا مبسوط بالروح دي يا باشمهندس، لان دول ناس منتميه فعلا للنادي الاهلي والكيان النادي الاهلي، وبتبذل الغالي والنفيس وبتاخد من وقتها. وحضرتك عارف ظروف الارتباطات في العمل في الغربه، بيبقى من الصعب ان انت تلاقي وقت كافي، لكن رغم كده الناس بتوفر وقت حتى انها تعمل بروفات للتشجيع، مش مجرد بس ان احنا هيجي موعد الماتش او يوم الماتش هنروح وخلاص، لا دي حاله عشق وحاله انتماء كبيره جدا. اعتقد ان ممكن يتعمل عنها افلام وثائقيه في المستقبل، ان ازاي دي بتعرف انها تجمع نفسها. الناس دي منتميه بس للنادي الاهلي مش لاي حد تاني. الناس دي ما تقبلش ولا تسمح ان اي خروج عن النص او اي اساءه لاي شخص في النادي في مجلس الاداره، بيدافعوا دايما عن لاعبتهم لانهم السند والظهر. انت سند وظهر لفرقتك ولناديك ولادارتك في وقت الشده قبل وقت الانجازات وتحقيق الانتصارات والبطولات. محمد، حركه بيع التذاكر بالنسبه لمباراه الاهلي مباراه 14، هل نفذت الحصه المخصصه تماما ولا لسه؟ هو اللي تم الاعلان عنه بالنسبه للفتره او للمرحله الاولى اللي هي حاملين بطاقه الفيزا، كان في اقبال كبير جدا عليها، والتذاكر اللي مخصصه تم بيعها بالكامل. المرحله الثانيه ايضا الاستاذ ابراهيم يوم 21 نوفمبر تم طرحها، وتم ايضا نفذت بالكامل. كان في الامس فئه اللي هي الفئه الاولى لتذاكر ايضا مباراه النادي الاهلي، فئه ال 150 ريال اللي كان معروض قبل كده 140 او 40 ريال عفوا، نفذ. الفئه الاولى اللي هي 150 تم طرح مجموعه
بالامس ونفذت ايضا. الفيفا يمكن بيحاول كل فتره يوفر مجموعه اللي هي بقى الريتيل، الناس اللي مثلا بتكون اشترت التذاكر وترجعها تاني. لكن في تصريحات حتى الرئيس لجنه التسويق والمسؤول عن الفعاليات حسن ربيع الكواري قال ان الاقبال كبير جدا خصوصا في مصر والدول وقطر والدول الخليجيه. يمكن حتى كمان من الحاجات الكويسه انهم خصصوا كوته معينه اللي هي كوته الثالثه شمال لرابطه جماهير ومشجعين النادي الاهلي في قطر، تقديرا لقيمه الثالثه شمال بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجماهيره. فاقول لحضرتك ان شاء الله من 30 ل 40 الف في المباراه الاولى على استاد 974 هيكون المدرج كامل وفل بالنسبه باللون الاحمر لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، وكل التوفيق، وتحياتنا لكل الاخوه عندك اعضاء رابطه الاهلي، المستشار حسام وكل الناس اللي معاه اللي انت بتاكد ان هم عاملين بروفات من دلوقتي على مسانده الاهلي في المباراه. ان شاء الله يكون لهم تاثير كبير باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك والكل بلغت التحيه، وتحياتنا لمهندسنا الكبير وقدوتنا الباشمهندس عبد القيعي، ربنا يديله الصحه. شكرا جزيلا للزميل الصحفي محمد الجزار من الدوحه. واعتقد اللاعب رقم واحد ده مهم قوي. شوف يا استاذ ابراهيم، اللي بيسافروا بيتكبدوا المشاق والاموال هم رايحين عشان اكل العيش. ان هم يعني رايحين يعملوا فلوس، لكن عندما ياتي الاهلي ما بيفكروش البذل. البذل ولذلك هم على راسنا من فوق، جماهير الاهلي باستمرار على راسنا من فوق. ليهم كل التحيه، وان شاء الله تعالى يكون لهم حضور قوي جدا في الدوحه في مسانده الاهلي في كاس التحدي باذن الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هي الثالثه مش ثابته ليه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا استعدادات جماهير الاهلي في الدوحه لكاس التحدي في الانتر كونتيننتال، لكن انت كنت عايز تهني هنا جوده يا باشمهندس؟ هنا جوده دي ظاهره من يوم من يوم لعبت تنس الطاوله، تصدق هي مثلا بتلعب بقى لها ست سنين ايوه، وعماله تلعب في السيدات وتكسب وتوصل نهائي افريقيا وتكسب، تحت 19 سنه هي بتلعب بطوله العالم دلوقتي. غلبت بطل سنغافوره في دور ال 16 الكوارتر و 4-2 ايوه، ووصلت عشان تلعب في دور الثمانيه بطله الصين ايوه تحت 19 سنه، كسبتها ووصلت للسيمي فاينل. هي ظاهره يعني بكل المقاييس ربنا وفقها. ده النادي الاهلي يا جماعه، ده النادي الاهلي اللي دايما بيقدم للرياضه المصريه. اذا كنا بنتكلم على ذكرى وفاه السيد نصير صاحب اول ميداليه ذهبيه في تاريخ الالعاب الاولمبيه عربيا وافريقيا ومصريا، ادي اخر معجزات الاهلي. هنا جوده الطفله المعجزه في تنس الطاوله اللي عمل نتائج عالميه مبهره. هو ده النادي الاهلي اللي الحقيقه اذا كان النهارده الذكرى اول بطوله حققها في دوري ابطال افريقيا في 82، الثالثه مش ثابته ليه؟ والثالثه مش ثابته او نتمناها تبقى ثابته بقى المره دي، على حسب ما المهندس عدلي قال انه خدوا بالكم ثلاث محاولات سابقه الاهلي يجي يحقق لقب دوري الابطال ثلاثيه متصله تقلش. نتمناها المره دي باذن الله تتحقق، واعتقد ده هدف يتحط قدام هذا الجيل من اللاعبين، انه يبقى عندهم تارجت كبير قوي انك لازم تعمل اللي مفيش جيل قبل منك سبق عمله في النادي الاهلي، ان يفوز بدوري ابطال افريقيا ثلاث نسخ متتاليه. الجيل الذهبي بتاع مانويل جوزيه، ابو تريكه وبركات ووائل جمعه، كل النجوم الكبار حققوا 2005 على حساب النجم الساحلي و2006 على حساب الصفاقسي، وجت في السابعه مع النجم الساحلي وقلشت، ما حققش الاهلي الثالثه على التوالي. اتكررت المحاولة بعد كده للمرة الثانية انك انت تكسب البطولة في 2012 على حساب الترجي، و2013 على حساب اورلاندو بيرتس الجنوب افريقي، تيجي المحاولة الثالثة
تطلع من دور ال 16 في دوري الابطال قدام المغرب التطواني عشان تنتقل الى كاس الكونفدراليه وقت ما كانت الكونفدراليه مسموح ان يجي لها الثمانيه الخارجين من دور الابطال. الاهلي حقق اللقب في الكونفدراليه بهدف عماد متعب، كلكم فاكرين الماتش بتاع سيو سبورت التاريخي ده، وده اللي كان بيدي هذه البطوله زخم وقوه لان في 8 فرق جايين من دوري الابطال بيروحوا يلعبوا. وعلى فكره كان باستمرار بالصفه شبه دائمه اللي بياخد لقب الكونفدراليه الفريق اللي جاي له من دوري الابطال. اللي كان بيتقال عليه وقتها ايه؟ ملوش لازمه. طيب حقق الاهلي الكونفدراليه بدل ما يحقق الثالثه في دوري الابطال، كانت المحاوله الثالثه في 2020 الاهلي فاز على الزمالك 2-1 مباراه قفشه اللي انتوا شفتوها النهارده اللي بتحل ذكرها. ثم في 21 الاهلي كسب كايزر تشيفز، جه في 22 قلشت المساله في مباراه الوداد لما اتفرض على الاهلي يلعب النهائي من مباراه واحده وفي ملعب الخصم، مباراه او السنه بتاعت اخفاء الخطاب. واللي الموقف التاريخي بتاع النادي الاهلي لو تتذكروا الكلمه بتاعت الكابتن محمود الخطيب لانفانتينو وموتسيبي نوت فير وهو على المنصه، ادركوا فعلا ان هي المساله مش فير خالص، وتم تغيير نظام البطوله والعوده الى نظام المباراتين بسبب موقف الاهلي وكلمه الكابتن محمود الخطيب لرئيسي الاتحاد الدولي والافريقي على منصه التتويج. فشوفوا الاهلي لما بياخد موقف بيغير مجريات البطوله ويرجعها للنظام الطبيعي بتاعها. دي كانت المحاوله الثالثه اللي ضاعت فيها الثلاثيه المتتاليه. احنا النهارده الاهلي حقق النسختين ورا بعض، النسخه السنه دي النسخه الثالثه، يعني 23 و24 للاهلي، ال 25 ان شاء الله تعالى يفوز بيها الاهلي ويحتفظ ويحقق اللي ما فيش جيل حققه في الثلاثيه المتتاليه. وده اللي بيخليني او خلاني النهارده اتكلم بشكل مباشر للعيبه والاداره والجماهير. قدامكم مجد غير مسبوق. والجيل ده يبقى عمل حاجه صحيح ما الله اعلم تتكرر تاني امتى. صحيح، فكروا في دي. خلينا محترفين فعلا بقى. اصلا بتجنن يا استاذ ابراهيم اما اقول لك ايه اللعيبه المحترفين وانا نفسي احترف. وامبارح كان في برنامج بيعد اللعيبه المحترفين اللي في النادي الاهلي اللي هم الاجانب. ما لعبت هو يعني امتى اللاعب يبقى محترف؟ طيب يعني اللي بياخد 20 و30 و25 وبيكلف في 50 محترف ايه؟ فاحنا مش بنفهم الناس يعني ايه لعيب محترف، وبالتالي اللاعب مش شاعر انه محترف، مش قادر يحط الالتزام ده على نفسه. اما يسال اي لعيب يقول لك نفسي احترف. وانت بتقضيها يعني انت بتقضيها هنا. فالكلام ده لازم بقى كل ده من اشكال الفوضى في تعاملنا مع الكره المصريه. نتمنى يا جماعه لعبتنا تحط نصب اعينها هذا نصب فرصه هذا نصب ولا نصب؟ نصب اعينها نصب اعينها. التارجت ده او الهدف ده لا لو اتحقق هيبقى شيء بتعملوه لاول مره ورائع جدا جدا، والعالم سيهتز كالعاده ويقف احتراما للنادي الاهلي. هذا الجيل من الفريق من اللاعبين يحظى بدعم كبير جدا من مجلس الاداره شان كل الاجيال، واعتقد الكابتن محمود الخطيب اللي بنقول له الف الف سلامه عليك في الوعكه الصحيه ان شاء الله تكون بسيطه نزله البرد الشديده شويه اللي بيمر بيها، لكن داعم قوي جدا لهذا الجيل وشايف انه هذا الجيل قدامه فرصه يعمل مجد كبير للنادي الاهلي. واحد من نجوم الجيل السابق اللي عمل مجد كبير كابتن وائل جمعه، الصخره بتاعت الفتره بتاعت 2005 في البدايه. نشوف وائل جمعه المحلل بقى دلوقتي ازاي شاف فوز الاهلي في مستهل دوري المجموعات على استاد ابيجان.
مكسب جيد طبعا للنادي الاهلي. خلينا نتكلم على الايجابيات الاول احمد. اربع اهداف في اول مباراه وظهور جيد للاعبين اللي حصلوا على الفرصه. ممكن الشكل العام في النهايه يكون افضل من اللي ظهر به اللاعبين. برضو في بعض الاحيان احمد تواضع المنافس بشكل زي ما شفنا من فريق استاد ابيجان يخلي اللعيبه ان هي نوع من التراخي شويه بعد النتيجه. بالشوط الاول توصل لثلاث أهداف، يسجل ثلاث أهداف ويوصل لمرمى الفريق المنافس أكتر من مرة، بيحصل تراجع بعد الشيء. كنت أفضل أن الشوط الثاني من بدايته يحصل تغييرات لأن برضو تأخر كولر في آخر ربع ساعة كل التغييرات 75 دقيقة 75 بدأ يعمل التغييرات بتاعته، خاصة أن أنت متقدم في النتيجة. في لعيبة بره كانت محتاجة الفرصة أكتر من لاعب بره كان محتاج أن أنت تديله الفرصة وتشوفه، زي عمر الساعي اللي نزل متأخر جدا. عمر كمال كان برضو محتاج انه يلعب. كوكا، رضا سليم، وتاو، كلهم نزلوا بس متأخرين. يعني انت متقدم يعني التغييرات المنافس. التغييرات منطقية وسليمة لكن الطين متأخرة الوقت. متأخرة بالضبط. انما بنتكلم على الاخطاء الدفاعية. خلينا بس نقول ان النادي الاهلي السنة اللي فاتت، البطولة اللي فاتت يا احمد، دخل فيه هدف صح، فده جرس انذار لكولر وللاعبين قبل المباريات الصعبه. انما انا اشوف ان المنافس النهارده كان سهل جدا وكان متوقع الاداء الضعيف منه. خطأين سهلين جدا وكان ممكن يسجلوا هدف ثالث كمان، الكره اللي جت في العارضه في الشوط الثاني. يعني جرس انذار لكولر وللاعبين ان الجاي هيبقى صعب. يعني انا عندي رايي ان يعني بقى لنا سنتين ثلاثة موضوع التنظيم الدفاعي مش الأفراد، طريقة. ودي أحيانا لما بتبقى أنت مطمئن الالتزام بيقل شوية، بس لو كل واحد فكر أن الكرة دي اللي أنا تكسلت في الضغط أو في قطعها أو في الرجوع أو في سرعة، حتى لو في نص ملعب التحرك، ممكن تكون هي دي الهدف. وده اللي حصل. يعني ده اللي حصل في نهائي القرن الإفريقي. كرة كان سهل جدا جدا التصدي لها من البدايه، هي غلطه. كره بالكعب ملهاش معنى. وبعدين كره العرضيه كان ممكن يحصل تعامل اكثر حده يمنحها. فمش عايزين اجوان من النوع ده، لان دي بطولات بتضيع وفي نفس الوقت بترفع من معنويات المنافس اللي بيبدا انه يحبط. يعني 3-1 ليه؟ وبعدين 4-1 تبقى 3-4-2 ليه؟ وندي فرصه بقى في كره في العارضه يقابلها اربع خمس فرص منهم فرصه وجون فاضي. فما حدش بيحسب لك انت. هو كل الناس عايزه كل كره تيجي عليك تشكل خطوره ممكن تهددك، وده نتيجه خوفهم على النادي الاهلي. لكن في الاخر الاهلي امام الاتحاد كان له شكل كروي مميز ولكن في عدم حسم. امام ابيجان لا، في فاعليه ونجاعه مش مكتمله هجوميه، كانت تقدر تكون اكتر من كده. نتيجه برضو زي ما قال الكابتن وائل، النتيجه ساعات بتحكم التصرف. اطمنا. لكن مساله بقى مواعيد التغيير، يعني من حقنا نقول ارائنا، ولكن مؤكد اللي في دماغ كولر حاجه تانية. يعني فانا، لان الكلام ده اللعيبه برضه بتفكر فيه، فلما تفكر فيه قد يحدث ازمات. الله اعلم. بس كولر معني بقى بايه؟ انه يتكلم على لعيبته شويه في موضوع الروتيشن والتغيير، ويدي لكل واحد ثقله، ويحافظ، مش هقوله حافظ على القيمة التسويقية، لأن دي لازم، دي مسؤولية اللعيب. إن مفيش لعيب مهما يشعر إنه بعيد عن الملعب معنى كده إن أنا أحبط واهدى. لا، ده في لعيبة اتعاملت بشد من كده، تجاهل وهجوم الجماهير، ورجعت أقوى من الأول بكتير. ودي الشخصية. لازم اللعيب يبقى عارف إن إمكانياتي أنا اللي بتحدد علاقتي بفريقي، وبفرض نفسي امتى. ومش معنى ان انا بلعب او ما ابتديش او بتغير
ان في حاجه غلط فيا، لا، بيبقى في فكر اداري او فكر تكتيكي فني بيفرض هذه التغييرات. طيب اذا كان ده راي وائل جمعه الصخره، راي بقى المحلل السوداني كابتن هيثم مصطفى في انه شايف انه الاهلي لازم أن ياخد باله لان كل الفرق بتلعب فقط من اجل الفوز على الاهلي. نشوف تعقيبك على الشكل الهجومي الجماعي للنادي الاهلي. اعتقد انه يعني اخر كلمه قلتها انه الشكل الجماعي، فكان في جماعيه وفي تعاون جيد جدا واضح. هذه نقطه ايجابيه اليوم جدا انه واضح انه في جماعيه في اللعب وفي تعاون. من يحرز الهدف ما مهم، انه التالق للمجموعه كلها، الشحات مع طاهر مع كهربا، دي المباريات اللي بتعيد للاعب الثقه في نفسه. ممكن مباراة التيم ما يكون في مستوى الأهلي، لكن كلاعب إذا عادي لاعب الكرة مستواه بتراجع، ده طبيعي في كرة القدم، ما بكون ثابت على مستوى واحد، لكن دي المباراة اللي بتعيد لك الصغة واكتشاف نفسك من جديد، تحول الطاقة السلبية عندك لإيجابية بمساندة الزملاء. يعني شايف هنا كان بيساعدوا بعض في إنه كل واحد يتألق، كل واحد يصنع فرصة ويساعد زميله الثاني في إنه يعني الشحات يمرر لكهرباء، كهرباء يمرر لأفشة. ما كان بنود يحرز الهدف، الأهلي كان بيحرز الهدف. الجماعية مهمة في كرة القدم، الجماعية بتدي شكل جميل للعبة، بتدي شكل جميل للأداء بغض النظر عن المنافس، لكن ده الأهلي الحقيقي وده مستواه الحقيقي وده بطل أفريقيا في الـ 12 بطولة. فالتعاون والانسجام الموجود بين اللاعبين دافع وخلق تنافس للمصابين اللي حيعود من الإصابة، فحتخلق اللي حيستفيد منها الأهلي ومدرب الأهلي في صنع اللاعبين. أنت حتلعب 70 80 مباراة في الموسم، فمحتاج لأغلب اللاعبين يكونوا جاهزين ويكونوا حاضرين، وخصوصا كل الأندية مين بتنافس نفسها عشان تجي تهزم النادي الاهلي. فهنا حضور اللاعب ذهنيا وبدنيا والجهازيه والجماعيه الموجوده، ودي فرص انها بتخلق ميزان من التالق للمجموعه ككل، بيساعد النادي في انه يواصل في مشروعه، يواصل في مستواه وفي اداؤه العالي. الكابتن هيثم مصطفى النجم الهلالي والدولي السوداني الكبير لمس نقطتين مهمين جدا، الجماعيه والانسجام وروح ان انا لا خش جيب انت جون، والتعاون اللي كان موجود هذا ما يميز ويتسم به النادي الاهلي وبيضعه في هذه المكانه، وده كان واضح من وجهه نظره. ولكنه حذر بوضوح تام انك انت اما تهدى ممكن يخش فيك جوان، لان ايه بقى؟ كل الفرق بتلعب لكسر هيبة الأهلي أو الاقتراب من تحقيق يعني نتيجة أمام فريق زي الأهلي. كل الفرق عايزة تكسب الأهلي، فعشان كده أنا بقول دايما تفكر أن الكورة دي بالذات اللي أنا ما رجعتش فيها قد تكون هي الهدف. طيب الحقيقة جزء من اللي خلق إنجازات الفريق الذهبي بتاع مانويل جوزيه انه شخصيات اللعيبه كانت عارفه مسؤولياتها كويس قوي، وجزء منها انه كل لاعب بياخد الفرصه بيتمسك بيها. دي تقريبا الوصيه اللي ناقلها او جاي بيها عبر التاريخ وائل جمعه للجيل الحالي، اعتقد مهم جدا يسمعوا راي الصخره. تمام، اداء متميز للنادي الاهلي وروتيشن كبير في التشكيله اليوم، فرصه كابتن لاعطاء هذه الاسماء او هؤلاء الاسماء أو يعني هؤلاء اللاعبين فرصة حقيقية في المرحلة القادمة، يعود لعملية روتيشن بين هذه الأسماء أم يعود للتشكيلة الثابتة الأفضل من وجهة نظرك؟ أنا أشوف إن هو دايماً يختار اللاعب الأجهز، اللاعب الأنسب اللي بينفذ التعليمات. في لعيبة أماكنها محفوظة بس من خلال أدائها يا هو اليوم تألق اللي بيأدي اليوم أفشة تألق، ممكن المباراة القادمة يعود إمام عاشور ويلعب هو بشكل ثابت. أنت من وجهة نظرك تبادل بين هذه العناصر أم تثبيت تشكيلة لاعب أساسي ولاعب بديل؟ كل ده في مصلحة الفريق، اللاعب اللي ياخد الفرصة ويمسك فيها يا أحمد يبقى المكان ده بتاعه، هو ده الصح وهو ده اللي المفروض يعمله. وأعتقد إن كولر عادل في النقطة دي، لأن دي من مميزاته من ساعة ما جه النادي الأهلي، اللاعب اللي بيمسك في المكان وبيأدي بيديله الفرصة يا أحمد. فدي نقطة مهمة جدا، أتمنى اللعيبة اللي شاركت وحصلت على فرص إن هي تكمل على مستواها الجيد اللي بتظهر بيه، ولأن الصورة الانطباع اللي عندك كل مباراة بالنسبة لنا انطباع جديد ومباراة جديدة، مفيش لاعب بيعيش على ذكرى. تمام، يعني الـ الـ الـ
في ناس تقعد يعني تقول لك كولر وعنده مشاكل مع بعض اللعيبه، في تلميح ان هو يعني مش عادل مع بعض اللعيبه، لكن الكابتن وائل بوضوح جدا قال لك موضوع الروتيشن ده مهم جدا، اللعيب لازم يفهم ان المدرب عادل وهو عادل وعامل الحته دي كويس، وكل دوره انه يكون جاهز ساعه ما ياخد الفرصه عشان الاوراق. ما هو انت كل ما لو انت هتشيل هم اللعيب مين هيزعل مين مش هيزعل استاذ ابراهيم بيبقى عندنا مشكله. طبعا الصح ان كله يبقى جاهز جدا والكل يبقى فاهم مصلحه الفريق اللي هي مصلحته. ايوه الفريق لما بيكسب انا بكسب مجد وفلوس ومكانه. أي. الفرقه لما تبقى فايقه حواليا انا بعلى. يبقى من حقي ومن حق غيري انه ياخد نفس الفرص. لما اريح يبقى بيريحني مش بيعاقبني. ايوه المعاني دي لازم تبقى واضحه جدا عشان النادي الاهلي بيضغط عليه اعلاميا بشكل سلبي لخلق هذه الفرقه في الفرقه. تكير. دي نقطه مهمه جدا للاعيبه ووصيه مهمه من وائل جمعه. في ناس خدت فرصه في مباراه استاد ابيجان، اتمسكوا بقى بالفرصه واثبتوا ان انتوا كنتوا تستحقوها. كريم حسن شحاته رن جرس انذار للاهلي، هل هو جرس حقيقي ولا لا؟ نشوف. الاهلي النهارده عمل مباراه قويه جدا امام فريق استاد ابيجان وقدر يفوز 4-2، وانتوا عارفين خط هجوم النادي الاهلي يعني قوي جدا، شفنا طبعا كهربا وشفنا حسين الشحات وشفنا قفشه النهارده تشكيله الاهلي وطاهر محمد طاهر، ويعني الرباعي الامامي عملوا سيرك النهارده، حتى اهداف النادي الاهلي كان فيها كره ملعوبه او كلها اهداف ملعوبه من جمل مميزه جدا، وقدر كهربا يسجل هدفين النهارده بعد غياب طويل عن المشاركه وعن التهديف، لكن قدر النهارده يعني يسجل هدفين يرجع بيها ثقته بنفسه، وفي نفس الوقت كمان يرجع حاسه التهديف عند كهربا. بس عايز اقول لكم حاجه، يعني الاهلي عنده مشاكل دفاعيه، شفنا الهدفين اللي جم في النادي الاهلي من عمق الدفاع برضه دي جرس انذار، ورغم ان فريق استاد ابيجان مش من الفرق القويه ولكن الاهلي استقبل هدفين النهارده. متفق معاه في كل كلمه قالها سواء في تقييمه لفريق اسيك ابيجان انه فرقه قويه، انا بعكس الناس اللي بيقول لك دي فرقه ضعيفه، لا عندها وعي جامد وعندها قوه بدنيه، وهو كوره ساحل العاج عمرها ما كانت فرقه ضعيفه. صحيح. وهناك مش هنلاقي الماتش سهل جدا. احنا كنا كويسين. ضاع مننا لان احنا كنا كويسين. حطوا فينا اهداف لان هم كانوا كويسين في الاجوان اللي جابوها. فنخلي بالنا، ولكن مساله ان هجومنا متفوق ودفاعنا تكير انا موافق. كابتن خالد جد الله بقى قال لك خلينا في الايجابيات اللي هي ايه؟ نشوف. طبعا مبروك للنادي الاهلي طبعاً. كسب النهارده اول 3 نقاط في 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 الحفاظ وفي سباقه وفي الحفاظ على البطوله المفضله ليه، البطوله طبعاً. رقم 13 باذن الله. 3 نقاط كانوا مهمين جدا في البدايه. في شويه اخطاء دفاعيه زي ما انت اتكلمت، واكيد مستر كولر هيتكلم مع اللعيبه فيها بحيث ان هم يتكلموا في السلبيات اللي حصلت والاخطاء وطرق العلاج ليها، ولكن خلينا في الجوانب الايجابيه. النهارده النادي الاهلي اول حاجه كسب 3 نقاط، كسب الماتش ب4 اهداف. حاجه كويسه برضو ان مستر كولر النهارده ادى فرص كثيره للعيبه كانت بعيده. صحيح. ما كانتش موجودة زي كريم الدبيس وزي رضا سليم وبيرسي تاو، يعني بيحاول يدخل أكبر عدد من اللعيبة جوه الفرقة. يمكن النهاردة بداية قفشة من بداية المباراة وتألقه وعمل ماتش كويس جدا. رجوع الثقة الكهرباء والأداء المتميز والهدفين الحلوين اللي جابهم دي برضو كلها مكاسب النهاردة من خلال هذا اللقاء النادي الأهلي كسبها. رجوع يعني الثقه للعيبه اللي كانت بعيده شويه زي كهربا وزي قفشه اللي ما كانتش بتبتدي المباريات من اولها. الفرصه جت للعيبه كانت بعيده خالص، مستر كولر ابتدى يدخلها جوه الفرقه، فدي كلها مكاسب زائد المكسب
هي بس حته الاخطاء الدفاعيه واللي تسببوا في احراز فرقه استاد ابيجان الهدفين، واكيد مستر كولر هيعالج الاخطاء دي. برضه كلام انا متفق معاه كله. يعني ما هو ده تحليل موضوعي. ودي المكاسب الحقيقيه فعلا يعني. وفكره انك انت زميلك لما ياخد فرصه، ما احنا اتفقنا احنا بنفرح لبعض. مش نزرع ثقافه الغضب والاحتجاج والامتعاض. فالكلام اللي قاله كابتن خالد جد الله، راجل بيفهم كوره قوي ولاعب كان كبير طبعا، ولا انا متفق برضه مع كل كلمه قال. طيب هل هتتفق مع كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال الناس دي المفروض ما تطلعش من مطار القاهره ولا لا؟ نشوف. مباراه الشوط الاول فيها نموذجي لحد ما جاء الجول الثالث، مساعدين حكام يعني ما يطلعوش من مطار القاهره من الجمرك، ما يطلعوش خالص الاثنين. حسين الشحات صعب قوي ده ثلاثه. لا لا يعني ده ثلاثه ده حسين الشحات الخطوط. حسين الشحات مساعدين لا ما يطلعوش خالص يعني اثنين مساعدين يعني ما يعلم بهم الا ربنا، مش ممكن ابدا. الجمركوا. فالشوط الاول لحد الجون الثالث نموذجي، وبعد كده مباراة طبعا فيها شوية حاجات كتيرة جدا إيجابية وفيها حاجات سلبية بالتأكيد. إيجابية إن أنت رحت كتير قوي وضيعت وحاولت، وفي حاجات الحكم ما ساعدكش فيها بقرارات خاطئة تمام، وإن أنت توصل رسالة في بداية المشوار الأفريقي في دور المجموعات ده كويس. السلبية بتاعها أو الإيجابية الأول إن ياسر إبراهيم رجع، كهربا عمل الماتش كويس وجاب جولين، فاستمراريته مطلوبه. ياسر ابراهيم زي ما قلت لك، عندك خالد عبد الفتاح الى حد ما مقبول في الحته اللي لعب فيها دي بقى لفتره كبيره ما لعبش فيها. سلبياتها طبعا يمكن ان انت يجي في الجولين في استاد القاهره صحيح. مش حلو خالص، حاجه مش حلوه. سلبياتها ان انت دي المباراه كانت 13 يا كابتن طارق، في ان انت يبقى شباكك نظيفه، انت من 2-12 السنه اللي فاتت سنه كامله ما دخلش فيك ولا جول افريقي على مستوى دوري الابطال. صحيح. فكونك ان يكسر الرقم ده كانت ممكن برضو تزيد شويه. ايجابياتها ان انت بقالك 25 مباراه 20 شهر بالتمام والكمام، دلوقتي من اخر يعني هزيمه كانت قدام سان داونز يوم 11/3/23، النهارده احنا في نوفمبر 24، 20 شهر انت ما اتغلبتش على المستوى الافريقي، ودي حاجه كويسه، فانت بتحقق ارقام كويسه جدا يعني تمام. صحيح. لكن لما تبص للبطوله هتلاقي البطوله سهله صعبه. يعني انا متاكد من دلوقتي ان في مفاجآت في دوري المجموعات. برضو متفق مع كل كلمه ما عدا انه قال ما يطلعوش. لا هما كانوش جم يعني خلافي ان هما يطلعوا وما يرجعوش او يا ريت هما جم، لان الحقيقه الاخطاء فجاه قوي وفيها الاحتواء بمعناه. يعني تفضل ماشي صح لحد ما تلاقي النتيجه كبيره، يبقى صفارتك كده غريبه غريبه الرايه كمان انت غريب. ما هو الصفاره يعني بتكلم على المجموعه التحكيميه، لانك انت مش بتتكلم في كور مشكوك فيها، انت بتتكلم في صيدات من وحي الخيال يعني متغطيه بالنص متر والحاجات كده، وعمال تعطل تعطل تعطل. هو ده جزء من انه همد اللعيبه على فكره. ما الصفافير في الحاجات دي بدل ما انت دايس وعمال هتخلص وتدوس بيهمدك، زي التايم اوت والتايم اوت يعني الحاجات دي بتتعمل ليه في الماتشات؟ علشان تهمد الفوران والفوقان بتاع المنافس. وده حصل. ف لحد دلوقتي انا متفق مع كل اللي اتقال. طيب الاهلي استقبل هدفين وهو الفريق اللي ما كانش قبل كده كان بيخلص البطوله من بكلين شيت. هل الهدفين اللي دخلوا مسؤوليه الحارس الدولي الكبير محمد الشناوي ولا لا؟ نشوف راي كابتن طارق سليمان. كابتن راي حضرتك النهارده في اداء الشناوي، هل يسال عن الاهداف ولا لا؟ والله يا كابتن سيف انا شايف الهدفين برضو هدفين زي يعني اخطاء طبعا لا علاقه بالرقابه من خط الظهر. يعني الهدف الاول طبعا الراجل حط كوره ناحيه اليمين وعمل كوره بالعرض او ناحيه الشمال، شمال الاهلي يعني،
وساعد بالعرض، والراجل يعني شايف انه مسافه قريبه بينه وبين الشناوي بره السته ب 2 يارد او حاجه، وحطها فجت في دماغه مع كتفه كده وراحت في الزاويه البعيده. فانا شايف الشناوي كان متمركز كويس تعامل معاها، ولكن يعني برضه المسافه قريبه وكان في سرعه، الكره سريعه شويه وراحت في اقصى الزاويه، فانا شايف ان الهدف مش سهل، صعب يعني. الهدف الثاني برضه انا شايف كورنر وبعدين اترفعت وتردت، والراجل في وسط يعني مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، انا بصيت على الكوره كتير فلقيت الراجل بيحطها بكعبه كده وفي وسط اربعه او خمس لعيبه من النادي الاهلي، حتى في لعيبه في ظهر الشناوي يعني، كان في يحيى عطيه الله واقف، كان هو واقف على القائم البعيد، وبعدين لما الكوره اتردت فبدا يطلع ما لحقش يطلع، فكان في ظهر الشناوي، كان في لعيب ثاني على مستوى خط الشناوي يعني، اللعبه دي المفروض تبقى هي اللي قدام يعني، يعني الراجل ده هو بيحطها كان لازم في لعيب مكمل من النادي الاهلي. فانا شايف ان الهدفين ليس عنهم محمد الشناوي يا كابتن سيف، انا شايف ان الهدفين صعبين يعني. يعني انا باستثناء الاخطاء الواضحه قوي يا كابتن يا استاذ ابراهيم، ما بحبش النوع ده يعني من ان احنا نقعد نقيم حراس المرمى وكاننا يعني عايزين حد يطلع يقول اه مش عارف غلطته ولا يعني. الكور لما تبقى من مسافات قريبه انت ما هو عكس تفكير الحارس، عكس حركه الحارس، عكس وقفه الحارس، يعني بتبقى في مفاجات انت او في حاجات انت مش قادر تدركها عضليه وحركيه في الزحمه يعني. لكن هي اصلا لو احنا منعنا اللعبه انها تتلعب خلصت، وده اللي انا عايزه يعني. يعني أن تتقي الخطورة، مش تسيبني في دربك وبعدين تقول غلطة مين. المنع من من المنبع. طيب، فريق استاد أبيجان الحقيقة كانوا يعني سعداء جدا لوجودهم في استاد القاهرة ومواجهة الأهلي، لدرجة إنه أحد لاعبي الفريق الإيفواري حرص إنه مش بس ياخد فانيلة إمام عاشور، ده خد كمان جزمة الكورة بتاعت إمام عاشور، وخارج الراجل في منتهى السعادة نشوفه. طيب يا جماعه والنبي يا امام يا لعيبه الاهلي، تسوى ايه اللقطه دي؟ تسوى ايه؟ تسوى ايه وطالع يقول امام عاشور لعيب كبير بالاسم ده، لعيب خسران وطالع فرحان، بس هو ايه؟ طقم الفرقه كلها. جفن لم. لكن يا امام والله لما تلاقي حاجه زي كده تزعل، في حد يبقى طالع زعلان، ودي اللقطات اللي هو يعني بترجم قيمته كلاعب. يا راجل خليك حلو يا امام. خليك حلو يا امام. الحقيقه خدوا بالكم حاجه، بصوا بقى من سعاده الفريق الايفواري، احنا بنتكلم على كره كوت ديفوار، مش دوله صغيره في الكوره. المتحدث الاعلامي بتاعهم قال لك بصراحه احنا عندنا مشاعر متناقضه، احنا بنشوف فرق ما بتقدرش تجيب جون في القاهره في الاهلي، ان احنا نسجل هدفين في الاهلي في القاهره ده امر يجب ان احنا نفخر بيه، خسرنا اربعه بس احنا جبنا جونين في الاهلي، فده مبعث الفخر عنده على حد كلام اوليفيا نانا المدير الاعلام في استاد ابيجان. قال كمان انه جماهير الاهلي كان ليها دور مع فريق، لكن قال لك انا فريقي ما بيتاثرش في كده، احنا خسرنا المباراه لكن المباراه كانت جيده بالنسبه لنا، كانت صعبه علينا جدا قدام فريق بطل، لكن اعتقد ان احنا خرجنا من القاهره بحاله من التفاخر. القيمه بتاعت الاهلي عبر عليها مش بس مدرب استاد ابيجان او المسؤول الاعلامي في الفريق الايفواري، ده عبر عنها مدرب اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اللي بينتظر الاهلي يوم 7 ديسمبر في جوهانسبرج. جوزيه ريفيرو ده المدير الفني لاورلاندو، هو كسب، خدوا بالكم فريق محترم جدا، راح كسب في الجزائر
كسب الشباب بالوزداد 2-1. اتكلم الراجل قال لك مبدئيا انا شايف ان الاهلي المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، وقال ان صحيح من المبكر التكهن لكن من الواضح ان الاهلي هيكون هو الفريق المفضل بغض النظر عن اي مجموعه يلعب فيها، وقال ان احنا هنواجه الاهلي في المباراه التاليه على ارضنا، هنحرص على الا يكون ملعب اورلاندو ملعب سهل لاي خصم. خدوا بالكم المباراه الساعه 3 العصر. وقال كمان انها اول تجربه لينا كمجموعه في دور في مجموعات دوري الابطال، هنواجه منافسين اقوياء، نحاول ان احنا نتعامل مع كل مباراه على حده. وقال مدرب اورلاندو ان هو جاهز بفرقته لمواجهه الفريق اللي بيصفه بانه البطل الكبير للبطوله. نتائج الجوله الاولى عشان نقول لكم سريعا، في الجوله الاولى الحقيقه الهلال السوداني في المجموعه الاولى عمل نتيجه كويسه قوي وتصدر بدري بدري. المجموعه الاولى صن داونز دي المجموعه الاولى، المازيمبي تعادل مع المولوديه، مولوديه الجزائر راح لمازيمبي في ملعبه في الكونغو تعادل معها 0-0. الهلال السوداني راح تنزانيا كسب يانج افريكانز 2-0، فهنا الهلال تصدر بثلاث نقاط، مازيمبي نقطه ومولوديه نقطه ويانج افريكانز لسه صغير لسه يانج. في الجوله الثانيه الهلال هيستضيف مازيمبي يوم 8 والمولوديه هيستضيف اليانج. مجموعه قويه يعني. طبعا المجموعه الثانيه صن داونز بقى الخصم العنيد الدائم في البطوله اتعادل في ملعبه مع فريق كونغولي مغمور مانيما انيون، تعادل معاه 0-0 في جوهانسبرج. مانيما يونيون الرجاء كسب بقى او خسر في ملعبه من الجيش الملكي المغربي، كان ديربي مغربي ساخن جدا، الجيش كسب 2-0 فتصدر الجيش بثلاث نقاط، ماميلودي سان داونز نقطه ومانيما يونيون نقطه والرجاء صفر. الجوله الجايه الجيش الملكي هيستضيف سان داونز، دي معركه بقى برضو الجيش الملكي مع الرجاء. لا دي 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 معركه كانت طبعا، هو اصلا بينهم كلاسيكو ساخن جدا استدعى ان السلطات المغربيه تخلي المباراه بدون جماهير، ودايما ماتشات الجيش الملكي مع الرجاء اكتر من الجيش الملكي مع الوداد، فيها دايما توتر وفيها مشاكل وفيها اقسام شرطه وفيها شغب كتير متكرر. الجوله الثانيه بقول لكم الجيش هيستقبل في المغرب صن داونز يوم 7، وده نفس اليوم اللي الفريق الكونغولي مانيما يونيون هيستقبل الرجاء. المجموعه الثالثه مجموعه الاهلي، الاهلي طبعا فاز هنا 4-2 على استاد ابيجان، وشباب بلوزداد خسر في ملعبه من اورلاندو بايرتس 2-1، علشان تكون المباراه اللي جايه مهمه جدا في ترتيب صداره المجموعه بدري بدري. الاهلي واورلاندو الاثنين عندهم ثلاث نقاط، مباراتهم مع بعض يوم 7 ديسمبر مؤثره، بينما استاد ابيجان هيستقبل شباب بلوزداد. المجموعه الرابعه والاخيره بيراميدز ما لقاش صعوبه هنا انه يكسب ساجرادا الانجولي 5-1، والترجي فاز على ديجو ليبا 4-0. واضح جدا انه ليه مجموعه واضحه يعني، ابناء باب سويقه داخلين بقوه، كسبوا 4-0 وتصدروا مع بيراميدز هذه المجموعه. الجوله ديت فيها ساجرادا هيستقبل الترجي يوم 6 ديسمبر، وديجو ليبا المالي هيستقبل بيراميدز يوم 8. واضح جدا انه المجموعه كمان قويه جدا، لكن ربما يكون الترجي وبيراميدز هما الاقرب، زي الاهلي واورلاندو هما الاقرب في مجموعه. نتائج كبيره يا استاذ ابراهيم، 5-4 يعني. خدوا بالكم الجوله دي بالذات كانت بتجمع حسب الجدول التصنيف الاول مع التصنيف الرابع، يعني استاد ابيجان في المجموعه بتاعه الاهلي هو التصنيف الرابع فبيلعب التصنيف الاول كلها، حتى في الكونفدراليه فوز الزمالك على فريق بلاك بولز الموزمبيقي هو التصنيف الرابع، ساجرادا هو التصنيف الرابع وهكذا. فكانت الجوله الاولى الى حد كبير غير متكافئه بين الفريق التصنيف الاول والتصنيف الاخير كل في مجموعته. نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم. حق.
اهلا بحضراتكم من جديد. بصوا، في مواسم كتيره الاهلي يتعرض فيها لمواقف في وقتها ما بتبقاش مفهومه وبتتدارى وبتستخبى في ارشيف التاريخ، ويجي وقت تظهر فجاه بما يفسرها، ربما لانه او المؤكد ان الله لا يصلح عمل المفسدين، انك لما تلاقي في حاجه معينه اتعملت بشكل مش قانوني يجي الوقت اللي تظهر الحقيقه فيه. موسم 2008-2009 من اكثر المواسم في السنوات الاخيره اللي تعرض الاهلي فيها للظلم، بس لان الاهلي لا من هواه البكائيات ولا عنده وقت يقعد يتكلم على كل اللي حصل له، على طول بيسيب اللي حصل ويكمل، ويمكن ده سبب من أسباب تفوقه التاريخي. مش بكاي ولا شكاي، هو على طول بيشوف اللي بعده. مؤخرا ظهر اعتراف بأثر رجعي. أحمد جعفر مهاجم فريق الاتصالات اللي انتقل للزمالك بعد كده تكلم على واقعة تخصه وهو في فريق الاتصالات لصالح الإسماعيلي اللي كان بينافس الأهلي في مباراة بين الإسماعيلي والاتصالات أدت إلى هبوط فريق الاتصالات، كان بيدربه كابتن حسام حسن. أحمد جعفر في الام بي سي مع إبراهيم فايق كشف الحقيقة بعد كل السنين دي. نشوف. كنت أنا في الاتصالات وإحنا بننافس على الهبوط، المفروض هنلعب الإسماعيلي فين؟ في بنها خلاص، وده ملعبنا وخدناه وقبلها ملاعبين المقاولين وكسبانين، فاحنا لازم نكسب الاسماعيلي او نتعادل عشان نقعد يعني في الدوري. جاء امر من اتحاد الكوره تنقل الماتش من بنها لاستاد الكليه الحربيه عشان الاسماعيلي يكسب عشان يلعب ماتش بايظر مع الاهلي. لا اشرحها لي بقى تاني كده عشان انت بتقول حاجه معلم كده ما تعديش. ما انا بقول لك بقى، انا عشان لعبت انا في الاتصالات. استنى بقى يا فيتو، استنى فيتو. كان ساعتها كابتن حسام ماسك، كان ساعتها كابتن حسام ماسك الاتصالات. عندنا هنلاعب الاسماعيلي والاسماعيلي لازم يكسب عشان يلاعب الاهلي الماتش الفيصل على الدوري. حلو. والماتش ساعتها كان المفروض يا كابتن عماد ملعبنا ملعب بنها. راح ناقلين الماتش من بنها عشان نلعب في استاد الكليه الحربيه، واحنا اصلا ملعبنا واخدينه بنها عشان عشان خاطر يدوا بقى ملعب احسن، تلعبوا في مباراه في ملعب احسن. لا مش مباراه في ملعب احسن. عشان يسهلوا الدنيا شويه. عشان ايه؟ يسهلوا الدنيا شويه. يسهلوا الدنيا شويه. للاسماعيلي. طبعا انت مسؤول على الكلام اللي انت بتقوله. جدا. ما انا نزلت السنه دي، ما الماتش ده نزلني. مش نزلت عشان انت لعبت وحش يمكن. لا ما لعبناش وحش. مش فاكر الماتش. لا ما لعبناش وحش. كان في قرارات تحكيميه ضدكم في الماتش ده كتير. انت مسؤول عن الكلام. انا مسؤول جدا على الكلام. يعني كابتن احمد جعفر طبعا، اصل الموسم ده يا استاذ ابراهيم من برضه من المواسم التي يشكك البعض في احقيه الاهلي انه يلعب مباراه فاصله. يعني احنا مع اتحاد الشرطه كنا متاخرين، وبعدين كابتن ابو تريكه جاب جون، وبعدين هدفين في دقيقه كابتن احمد فتحي في دقيقتين، ومحمد طلعت كان لسه لعيب جديد. فالنتيجه 3-1، فقال لك اصل جون ابو تريكه في فاول. طب النتيجه مش 2-1، النتيجه 3-1. لا ما حدش بيتكلم، وكان لينا ضربه جزاء واضحه جدا جدا. يعني حتى من الحاجات اللي كان بيتلام عليها الحكم اسمه سيد ريش. محمد كمال هلال ريش. والموسم كله زي ما انت بتقول مليان مليان احداث يعني ما اعرفش. فهو احمد طبعا كلاعب في الاتصالات بيتكلم في ماتش يخصه. ده شاهد من اهلها يعني. انما الحقيقه الموسم ده بالذات كان من المواسم اللي ملك وكتابه رصدها في وقتها بدقه. وفي 2011 كان البرنامج قدم تجميعه كامله للحالات اللي تعرض فيها الاهلي لظلم بين واعترافات ربما بلسان الحكام نفسهم. لانه جزء من مسؤوليات البرنامج مش بس الدفاع عن حقوق الاهلي، حفظ الحقوق والمشاوره على الخطا اللي فيها. اعتقد ده كان واحد من الفيديوهات المهمه لملك وكتابه عن مجزره التحكيم في 2008-2009 نفكركم بيها. خدعوك فقالوا إن النادي الأهلي لم يكن يستحق الفوز ببطولة الدوري العام موسم 2008-2009 والتي حسمت بعد مباراة فاصلة مع الإسماعيلي فاز فيها الأهلي بهدف أحرزه فلافيو.
ولأن الصورة لا تكذب، تعالوا معنا نرجع سويا لنشاهد كيف خسر الأهلي 8 نقاط بسبب أخطاء تحكيمية، وكيف كسب الإسماعيلي مثلها. ونبدأ بالأهلي. كانت بداية الأخطاء التحكيمية عندما ألغى السيد فتحي أمام اتحاد الشرطة في الأسبوع 7 هدفا ولا أوضح لفلافيو في بداية المباراة بحجة التسلل في خطأ فادح من حامل الراية، وزاد فتحي على ذلك بإهداء الشرطة ضربة جزاء، وعاد ليرفض أخرى أكثر وضوحا لأبو تريكة ليفقد الأهلي 3 نقاط، ويعود فتحي لمدينته الإسماعيلية ليعترف ويحتفل على أحد المقاهي بأنه عرقل الأهلي من أولها. وأمام إنبي كان النحس التحكيمي مقرونا مع الأهلي بالرقم 13، إذ رفض الحكم محمد فاروق وبغرابة احتساب ضربة جزاء لمصلحة محمد بركات رغم وضوحها ليفقد الأهلي نقطتين أخريين. ومن جديد يظهر إنبي أيضا على مسرح إعاقة الأهلي تحكيميا وإيقاف انطلاقته براية وصفارة، إذ شهدت مباراة الدور الثاني مذبحة جديدة للعدالة كان بطلها مدحت عبد العزيز في الأسبوع 28 عندما رفض احتساب ضربة جزاء لمصلحة الأهلي رغم وضوح لمسة اليد، ويخسر الأهلي نقطتين جديدتين إضافة إلى ما احتسب للآخرين من هدايا وهبات تحكيمية دفعت حسم البطولة إلى المباراة الفاصلة. لكن الأهلي وكالعادة كان أقوى من الظلم وأقدر ببطولته المفضلة. شيء بشيء يذكر، فالهدية للمنافس هي ظلم للطرف الآخر. لم يكن سهلا على الجماهير الأهلوية أن تتقبل الظلم التحكيمي الذي تعرض له فارسها الأحمر، وهي ترى أصحاب العدالة يتجهون بالأخطاء التحكيمية والتي توصف بالتقديرية لتسهيل مهمة الإسماعيلي إرضاء لمن كانوا يسكنون الباب العالي. على خط المصرية للاتصالات في مواجهة الدرويش كانت الهدية الأولى من الحكم سمير عثمان الذي منح أصحاب الأرض الفوز بغير وجه حقه في الأسبوع 14 عندما رفض احتساب هدف شرعي للاتصالات بحجة التسلل، وفاز الإسماعيلي 2-1 ليربح نقطتين بأخطاء تحكيمية. وكأن الاتصالات مرفوع من خدمة العدالة في مواجهة الإسماعيلي في مباراة الدور الثاني، إذ استفاد الدرويش من خطأ تقديري لحكم المباراة، فأحرز الإسماعيلي هدف الفوز من كرة شهدت مخالفة غير محتسبة لفريق المصرية للاتصالات، ويفوز الدرويش 3 نقاط جديدة من مباراة شهد تحديد ملعبها جدلا واسعا ومشاكل كثيرة قبل أن يرضخ سمير زاهر ومن معه لتعليمات علاء مبارك نجل الرئيس السابق بنقلها إلى حيث أراد الإسماعيلي بملعب الكلية الحربية. وعلى شط الإسكندرية في الأسبوع 27 أهدى مدحت الحوفي 3 نقاط غالية من حساب الاتحاد السكندرية الذي حرمه الحوفي من ضربة جزاء صحيحة ليعود الدراويش 3 نقاط مهمة. وفي مباراة الأهلي والإسماعيلي بالأسبوع 20 كانت استفادة الدراويش واضحة من الخطأ التقديري لحكم المباراة، هدف المباراة جاء من ضربة ركنية غير صحيحة، فآخر من لمس الكرة كان أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي الذي سدد الكرة ولم تلمس قدم وائل جمعة ليفوز الإسماعيلي بنقاط جديدة، ويخسر الأهلي مثلها ويصل معا للمباراة الفاصلة. وهكذا يتضح أن الأخطاء التحكيمية تقديرية، وهي دوما مرة لك وأخرى علي، والعبرة بمن يملك القدرة على قبول قرار العدالة مهما كان وفي أي اتجاه ذهب. تخيلوا كل هذه الأخطاء الواضحة التي يعني لا تقول لي فار ولا هي كانت بس عايزة إن التوجيه ما يبقاش بالشكل ده. أخطاء حوالي 10-12 خطأ حرموا النادي الأهلي من الفوز وسهلوا فوز المنافس. لكن أنا اللي عايز بشكل عام بقى تعال نتكلم بالعقل. الدور الثاني الأهلي كان الأهلي متفوقا بحوالي 7 نقاط على النادي الإسماعيلي الدور الثاني. طب أنا عشان يجي يقول لك هو الاتحاد في ماتش اتحاد الكورة يعني بيجامل الأهلي عشان يلعب ماتش فاصل في ماتش طلاع الجيش. طبعا انا قلت لك ان احنا كسبنا الماتش ده 3-1. انت لو خدت ربع حقك طوال الموسم مش هتحتاج. لا سيبك من ربع حقك، لو انا بقى عايز اتامر لصالح النادي الاهلي اسيب الفرق يروح بالمنظر ده لحد ما يبقى فيه حافه الهويه. حافه هويه لازم اجامل الاهلي عشان يلعب ماتش فاصل
مخلصها بدري بدري بحقه بحقه. ايوه. انما تقول ايه بقى لما يجي واحد يحب يحرك مشاعر الانديه ضد النادي الاهلي ويدلس؟ احنا بندي الشريط ده لاي حد عايز يفنده ويرد عليه. واتمنى اي حد مهما كان تحيزه ضد الاهلي يفند هذا الشريط ويرد عليه لعبه لعبه. ده في كوره بتاعت احمد سمير فرج شايت الكوره لوحده في بتاع كورنر جه منها الجول. وفي بقى سيبك من ضربات الجزاء الواضحه جدا جدا والاوفسايدات اللي متغطيه جدا 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 والاتحاد السكندري اللي اتحرم من ضربه الجزاء واضحه جدا 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 صحيح. وفيها طرد يمكن لان ماسك من الجذب من الفانيلا. انما هي عشان بس تغير التاريخ وتشوه النادي الاهلي. انت عارف السيد فتحي بتاع ماتش الشرطه ده اللي حسب ضربه جزاء طبعا شفناها الجون ما لمسوش وطار ونط وراح يقعد مع جماهير الاسماعيلي. ده قعد في ماتش كان في احد البرامج التلفزيونيه في قناه دكتور وليد دعبي صلى الله عليه وسلم مودرن سبورت كان بيعمل برنامج اسمه اهلاوي زملكاوي اسمه اهلاوي ولابس الجمهور لابس فانيلته الصفراء وده قاعد في وسطهم في نفس الموسم مش بعد ما اعتزل يعني بعد ما ذبح الاهلي في هذه المباراه بيحتفل لغى جون وما حسبش ضربتين جزاء واضحين جدا الاهلي واحتسب ضربه جزاء وهميه للاهلي امام الشرطه خسر بيها في نفس الماتش راح قاعد في وسطهم ويسقف معاهم ويغني معاهم. طيب ده بس اظهارا للحقيقه وتأكيدا على هذا الاعتراف بأثر رجعي. لكن الأستاذ تلميذ، طب ازاي؟ مع كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك ولكل الأندية الحقيقة بالذات الأندية الشعبية لأنه ليها تاريخ وليها شعبية وليها حضور وليها إسهام كبير في تاريخ الرياضة في مصر، لكن معلوم للجميع بالضرورة إنه النادي الأهلي المدرسة الإدارية المتميزة تاريخيا في مصر، وده مش حتى كلامنا، ده اعتراف كل المنافسين. أي تفوق الأهلي يعمله أو أي بطولة يعملها يقول لك هي الإدارة، دايما يشار إلى الإدارة. لما تلاقي مثلا حد زي الكابتن أحمد حسام ميدو الراجل يتكلم إنه الزمالك ورئيسه التاريخي الكابتن محمد حسن حلمي زمورة هو اللي كان بيعلم الناس الإدارة وانه كابتن صالح سليم نفسه كان بيروح يتعلم منه. الناس كلها طبعا مش موجوده معانا لكن التاريخ موجود. نشوف كلام ميدو وبعد كده طيب قبلها نشوف قبل ميدو هنشوف المهندس خالد مرتجي في لقطه تبين لكم قيمه تواصل الاجيال في النادي الاهلي. الانتخابات كانت دايما بين يمكن أشهر انتخابات أو أول انتخابات رئاسية اتعملت بقوة لثلاث دورات متتالية كانت بين الفريق مرتجى الله يرحمه وكابتن صالح سليم عليه رحمة الله. يمكن في تاريخ النادي مفيش اتنين تنافسوا على رئاسة النادي في ثلاث دورات انتخابية متتالية ما حصلتش إلا بين الكابتن صالح والفريق مرتجي. ومع هذا شوفوا المهندس خالد مرتجي لما بيذكر الكابتن صالح وتأثيره في الكوادر الرياضية بيقول ايه؟ انا بشوف ان احنا عندنا اولا جهاز فني على اعلى مستوى. مارسيل كولر من الشخصيات او من المدربين اللي على اعلى مستوى. راجل مسك منتخب النمسا 7 سنين، راجل حقق مع النادي الاهلي، يعني ماشي في خطه جوزيه. يعني انا شايف بفضل الله الفتره اللي فاتت عندنا النهارده لجنه تخطيط برئاسه او المشرف العام على الكوره اعظم من انجبته الكره المصريه كابتن محمود الخطيب. عندنا راجل سبورتنج دايركتور النهارده من الناس تلامذه تربى على ايد صالح سليم او كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم. يعني عندما يصف في 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 محاوله تزكيه الكابتن محمد رمضان وجدارته يصف انه تلميذ الكابتن صالح، وهذا حقيقي. احنا كلنا لما احتكينا بالكابتن صالح مؤكد اتعلمنا حاجات كتير جدا طبعا، والاهلي دايما بيتعلم من قياداته يعني، ودي الميزه يعني. مهما كانت القيادات سواء في اتفاق او خلاف، لان احنا ما كناش دايما نبص يا استاذ ابراهيم للانتخابات انها معركه
شخصية. أنا وأنت عن نفسنا نخدم النادي، بننزل، أنت بقيت اللي نجحت بنقعد نهزر مع بعض بعد كده وأنت تفضل تتكل على الله، مش نتيجة إن أنت أقصيتني ولا حاجة. أنا كنت متوسم إن أنا عندي أفكار عايز أطبقها المرة الجاية. فكان تملي الانتخابات راقية جدا ولا وملاش ديول، يعني ملاش رواسب سلبية داخل مجتمع النادي الأهلي. وده نموذج الفريق المرتجي. الفريق المرتجي اللي كان كسب الدكتور ابراهيم الوكيل قبليها، لكنه لما جه في 76 ترشح ضده الكابتن صالح وفاز الفريق المرتجي، رجع الكابتن صالح يفوز في 80 وفي 84، وده كان السجال التاريخي في النادي الاهلي. لكن لما يكون ابن الفريق المرتجي، شوفوا التواصل اللي جالي المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي حاليا، يدرك قيمه الكابتن صالح والكابتن طارق وقد ايه محمد رمضان التلمذ على ايد هؤلاء الكبار. هو ده النادي الاهلي، وهي دي قيمه الكابتن صالح سليم اللي ميدو قال فيها حاجه تانية خالص بالنسبه للكابتن حلمي زاموره. نشوف ميدو. بس خلي بالك، اصل انا لما كنت بطلع اقول وما حدش يزعل مني، كنت بطلع اقول ساعات ايه، اصل ده تاريخ يعني انا عارفه، ان الزمالك هو اللي علم الانديه المصريه كلها الاداره الرياضيه. هل انا كنت راجل بألف الكلام ده ولا لا؟ صح؟ كابتن صالح سليم الله يرحمه كان بيروح يقعد مع كابتن محمد حسن حلمي الله يرحمه، أصدقاء يشوف بيتصرف، لا بيشوف بيتصرف ازاي في المواقف وازاي بيدير الازمات. ما كانش في حساسيه زمان وكان ده عادي. نادي الزمالك رئيسه كان في نفس الوقت هو رئيس اتحاد الكوره، وفي ناس كانت بتدور الكابتن صالح سليم بيعمل ايه وبتقلده. اللي انا شفته امبارح ده بقى هو ده اللي انا شفته جوه نادي الزمالك وانا عيل صغير. طب كابتن صالح كان بيحب الكابتن حسن حلمي وشايفه قدوته وبيتعلم منه، بيروح يقعد معاه يساله. اولا العلاقه طيبه، كانت طيبه جدا بين الكابتن صالح وقيادات نادي الزمالك، وقيادات نادي الزمالك بشكل عام. يعني انا اذكر احد الانتخابات كابتن نور الدالي لما حب يترشح رئيس نادي جه النادي الاهلي وقعد معانا وطلب يقعد مع الكابتن صالح، وقال انا ترشحت عشان لازم يبقى في حد هو شايف نفسه في هذه يعني المكانه، يعني كلاعب كره كمان. انا وصالح لعبنا مع بعض، يعني مين اللي هيقعد جنب صالح؟ فادي النظره كانت احترام، لكن يتعلم. طب ليه يتعلم اذا كان النادي الاهلي كان متفوق في كل حاجه؟ يعني ما تقول لنا يا استاذ ابراهيم، بس هو اعترف بحاجه بقى. قال لك كان هو رئيس النادي الزمالك ورئيس الاتحاد كابتن حسن حلمي في التمنيات اللي الاهلي كان متفوق فيها. طيب هو مبدئيا، بس بعيدا حتى عن حته المعايشه، لانه احمد حسام ميدو كراجل نجم، بس هو مواليد 83، يعني ما عاصرش الفترات، لانه كابتن بس احنا عارفها كابتن حسن حلمي توفى في 86، يعني كان لسه ميدو يا دوب لسه صغير قوي. كابتن صالح جه رئيس للنادي الاهلي سنه 80، برضه ميدو ما كانش جه اصلا. انما ما علينا، هي القصه فين يا جماعه؟ كابتن حسن حلمي كان رئيس لنادي الزمالك دورتين او مرحلتين، مرحله من 67 ل 71 ومرحله من 72 ل 84. المفترض ان انا لو عايز اباصي للذاكره الجمعيه المصريه معلومه ان الاجيال حتى في السوشيال ميديا الصغيره تبني عليها قناعات، وانه الزمالك كان هو اللي بيعلم الاهلي الاداره، لا مش صحيحه. ومش وبرضه مش عايزين نقول تعالى ان الاهلي كان بيعلم الناس كلها الاداره، لا، بس الاهلي من اول ما نشا جزء من تميزه وقيمته انه اول ما تاسس تاني سنه على طول عمل دستور النادي، عمل لائحه محكمه جدا للنادي، ومشيت بعد كده حتى في الانشطه الرياضيه كلها. فانت بتتكلم عن سياج قانوني اداري محكم قبل الكابتن صالح وقبل الكابتن حسن حلمي وقبل كل الناس ديت. الدوره الاولانيه من 67 ل 71 بتاعت الله يرحمه الكابتن حلمي زاموره ما كانش فيه نشاط. من 67 ل 71 ما كانش فيه نشاط. فما حدش اتعلم من حد حاجه هنا. طيب بصوا بقى، بطولات الزمالك في عهد المفروض الكابتن حسن حلمي اللي هو استاذ الاداره، بطولات الزمالك في عهد حسن حلمي خد بطوله افريقيا ابطال الدوري مره، وخد كاس اكتوبر سنه 73، خد كاس مصر ثلاث مرات والدوري العام مرتين، يعني اجمالي بطولات الزمالك في عصر الكابتن حلمي سبع بطولات مجتمعه.
الاهلي اللي بيتعلم، الاهلي التلميذ في الاداره على حد وصف ميدو، خد في الفتره دي نفسها 13 بطوله، ضعف بطولات الزمالك. الاهلي خد بطوله افريقيا ابطال الدوري مره، وبطوله ابطال الكؤوس مره، خد كاس مصر 4 مرات، خد الدوري 7 مرات، يعني 13 بطوله. لكن حتى فكره، لانه اختزال الاهلي اداريا في قيمه الكابتن صالح سليم، وهي قيمه عظيمه، واحد من عظماء النادي الاهلي في تاريخه، لكن من الظلم للنادي الاهلي ككيان ان انت تختزل قيمه الاهلي ومكانته في شخص الكابتن صالح. هو نفسه لم يختزلها، لانه الاهلي كان ايه قبل ما الكابتن صالح يجي النادي اصلا او يلعب حتى في الناشئين؟ انتوا متخيلين ان الكابتن صالح اللي ترأس النادي لاول مره في 1980، وكان اول لاعب كره يرأس النادي الاهلي. تاريخ كره القدم المصريه حتى سنه 80، يعني قبل ما جه الكابتن صالح، الاهلي كان عنده ايه والزمالك عنده ايه؟ الاهلي خد كاس السلطان حسين، الكلام ده يا جماعه من اول ما اتقال يا كوره في مصر لغايه سنه 80 اللي هي مرحله كابتن صالح. كاس السلطان حسين الاهلي خدها 7 والزمالك خدها 2، بقيه الانديه كلها خدتها 13 مره. كاس مصر الاهلي خدها 22 مره قبل كابتن صالح، والزمالك خدها 17، وبقيه الانديه خدتها 15. دوري القاهره البطوله الكبيره وقتها الاهلي خدها 16 مره والزمالك 13 وبقيه الانديه 3. بطوله الدوري من اول ما بدات 48 والكابتن صالح لاعب بقى، الاهلي خد الدوري قبل سنه 80 16 مره، والزمالك خد 4 وعنده مدرسه الاداره المفروض، وبقيه الانديه خدتها 4. كاس الجمهوريه العربيه المتحده اتعملت مره واحده الاهلي خدها. كاس الاتحاد المصري اتعملت مره واحده الزمالك خدها. الاجمالي حتى مجيء الكابتن صالح لرئاسه النادي، الاهلي في كره القدم كان عنده 62 بطوله، وكان الزمالك عنده 37 بطوله، يعني تقريبا الضعف، وبقيت كل الانديه عندها 35 بطوله. ده يعني لحفظ التاريخ لمن سبق الكابتن صالح، وحفظ الحقيقه للاجيال الجديده، مش اللي فكره انه اللي هو في وقته 7 دوري. اه بالظبط. ميدو بيستشهد بانه رؤساء اتحاد الكوره كانوا كلهم من نادي الزمالك. والله دي مش علامه على حسن الاداره، ده احنا بنقول كده. لا بالعكس، اوعى تعتبرها يا كابتن ميدو ان ده دليل حسن اداره، لا ده دليل نفوذ عام. لانك انت قبل قيام ثوره يوليو، محمد حيدر وزير الحربيه ورئيس اتحاد الكره ورئيس نادي الزمالك، وعارفين الكابتن حنفي بسان قال قد ايه، اللي انشا نادي الزمالك حقيقه هو حيدر باشا. قال لك كان بيجيب اللعيبه في فتره الانتقالات ويحطهم في السجن الحربي، يتحفظ عليهم عشان يروحوا، يحطهم في مصلحه السجون عشان يوجههم لصالح نادي الزمالك. وخد بقى الكبار اللي راحوا نادي الزمالك من النادي الاهلي، حتى كان الانتقال للزمالك بالامر. فعمر ما كان ترأس رئيس الزمالك لاتحاد الكره اماره حسن اداره او بسبب تميز اداري، لا كان جزء من النفوذ العام. بس يا استاذ ابراهيم، هو دلوقتي بيعتبرها تميز اداري، ها هو اللي بيقول الاهلي دايما ما يجامل وعنده السلطه وعنده المال، ها ونادي الدوله، مش بيقولوا كده؟ ايوه. ولكن ساعه ما حبوا يدللوا على حسن الاداره الحقيقه تظهر، لا ده احنا عندنا رؤساء الاتحاد المصري معظمهم من نادي الزمالك، ودي حقيقه. طيب لكن لو هنبحر شويه، انت عارف بقى يا استاذ ابراهيم، ده تاكيد على حسن اداره النادي الاهلي ان يبقى رؤساء الاتحادات من الزمالك والاهلي والبطل. قيمه جداره البطوله. انما الجداره في الرياده، الرياده دايما يا جماعه. وانا ليه قلت لكم على بطوله 82 دي البطوله اللي يحتفى بيها؟ لانه دي اللي فتحت الباب. فانت لو هتتكلم على بصمه تاريخيه في تاريخ الكوره في مصر، مش ان نادي الزمالك و
اي من رؤسائه تراس اتحاد الكوره، لا، ان النادي الاهلي اوجد اتحاد الكوره من عدم، تفهم يعني، هو اللي اسس اتحاد الكوره، هو ده التاريخ بقى، هو ده الاسهام الاداري التاريخي للنادي الاهلي للكره المصريه في اكتوبر 1921، وبتوجيه من مين بقى؟ جعفر ولي باشا اللي هو رئيس النادي الاهلي، كان هو وكيل النادي، فؤاد اباظه سكرتير النادي وجه الدعوه للانديه المصريه للاجتماع في النادي الاهلي لتاسيس الاتحاد المصري لكره القدم، قال لك عايزين نعمل اتحاد خاص بالكوره يقود الكره المصريه بدلا من الاتحاد المختلط والجمعيه المصريه الانجليزيه اللي كانت هي اللي بتنظم نشاط الكوره وقتها. منشطات الصحف بتاعت وقتها دي حته تاريخيه، الاهليون يدعون الى الثوره على الاتحاد، على الاتحاد المختلط، على الجمعيه الانجليزيه، الاهليون هنا النسب الى النادي الاهلي اللي هي في اللغه الدارجه بعد كده بقت بتتقال الاهلاويه، بس كانوا هناك يعني في اللغه اكثر دقه شويه فكانوا مسمينهم الاهليون. الاهليون يدعون الى الثوره على الاتحاد، وقالت ان الانديه قررت اختيار فؤاد اباظه بيك سكرتير النادي الاهلي ليكون سكرتيرا للاتحاد بصوره مؤقته لحين اجراء الانتخابات. تقرر ان تكون اول جمعيه لاتحاد الكوره الجديد اللي الاهليون اسسوه يوم 19 نوفمبر 21. وجه في الصحف وقتها انه الجمعيه العموميه للاتحاد المصري عقدت اجتماع يوم ايه؟ يوم السبت 19 نوفمبر. وتفضل حضره صاحب العظمه السلطان بقبول رعايه هذا الاتحاد وان يكون صاحب السمو الامير فاروق رئيس شرف له. وتقرر في هذه الجلسه ان اخر يوم لتقديم الطلبات يكون يوم السبت الموافق 3 ديسمبر القادم، ده زي الايام دي، وترسل لحضره صاحب العزه فؤاد بيك اباظه سكرتير الاتحاد، وهتجتمع الجمعيه العموميه في ذلك اليوم المذكور بالنادي الزراعي الساعه 6:30 مساء. بصوا التوثيق. المقصود طبعا بالسلطان هنا كان السلطان فؤاد قبل ما تتحول مصر لمملكه بعد الدستور سنه 23. اخر يوم لتقديم الطلبات المقصود بيه تقديم الطلبات للانضمام. الاجتماع كان في النادي الزراعي لانه فؤاد بيك اباظه كان هو مدير للجمعيه الزراعيه الملكيه، وكان مقرها في الوقت ده مكان دار الاوبرا اللي موجود حاليا قدام النادي الاهلي. الصحف نشرت بعد كده في اليوم التالي لهذا الاجتماع ان الانديه اجتمعت يوم 3 ديسمبر 1921 في النادي الزراعي واعتمدت قانون كره الاتحاد المصري لكره القدم. ده التاريخ، ده اللي قدامكم اهو، ده التاريخ يا جماعه، يعني حطوا لائحه النظام الاساسي. كان من اهم بنود هذا القانون ان الجمعيه العموميه لاتحاد الكره ستنعقد في اكتوبر من كل عام ويجري فيها انتخاب مجلس اداره. فالاهلي كان بيأسس لعلم الإدارة في مصر، بيأسس الاتحاد، ما بيروحش يتعلم من حد. كان بيتم انتخاب مجلس جديد كل جمعية عمومية، وغالبا كان بيتم اختيار نفس الأعضاء تقريبا استمروا على طول. انتخابات مجلس إدارة الاتحاد جرت على جات نتيجتها انه لما انتخب اول رئيس للاتحاد حضرة صاحب المعالي جعفر ولي باشا، الوكيل بتاعه حضرة صاحب العزة فؤاد أباظة بيك، السكرتير حضرة يوسف محمد أفندي، وأمين الصندوق حضرة محمد صبحي أفندي، والأعضاء حضرة البكوات والأفندية إسماعيل يسري، نيقولا عرقجي، رياض شوقي، محمد إبراهيم طاهر، السرجاني، علي صادق، حسين حجازي، مستر سيمسون، مدير الألعاب بوزارة المعارف العمومية. الاتحاد كان وقتها في 5 من أبناء النادي الأهلي. أول مجلس إدارة لاتحاد الكورة، مش بس النادي الاهلي اسسه ولا رئيسه ترأسه ولا السكرتير العام، لا، ده كان كمان 5 من ابناء النادي الاهلي ومؤسسيه في مجلس اداره اتحاد الكوره. شوف استاذ ابراهيم ونصيحتي يا جماعه، هذه حلقه للتاريخ، نصيحتي لمحب كره القدم بشكل عام ومحب الحقيقه بشكل خاص والأهلوية بشكل خاص جدا، سجلوا الحلقة دي بكرة يا جماعة، دي حلقة للتاريخ، بترد على حاجات كتير جدا وبتوضح دور النادي الأهلي بشكل موثق وموضوعي وعلمي، وعندنا مستندات
مش متوفرة عند حد. هو ده النادي الأهلي الذي لا يتحدث عن الهوى ولكن بالمستندات وبالتواريخ، وإزاي أنا عملت إيه ويوم إيه وكانت الدنيا ماشية إزاي ومين الأفراد الموجودين والنظام اتحط إزاي. ويا سيدي إحنا نتعلم من الصغير قبل الكبير. الحقيقة جهد مشكور، بنشكر عليه زميلنا في الإعداد ومسؤول التوثيق الزميل محمد مصطفى ومعاه عبد المنعم القسطى ومحمود المخبزي. الحقيقة عاملين مجهود، ده شغل توثيقي تاريخي له قيمته. بالإشارة لتاريخ النادي الأهلي بقى، مش بس جعفر ولي باشا ومش بس اللي كانوا معاه، سواء فؤاد بك أباظة أو داوود راتب أو أبو بكر راتب أو أحمد فؤاد أنور أو رياض شوقي، الخمسة دول كانوا كتيبة اشتغلت على إيه بقى؟ على تمصير الاتحادات الرياضية. بصوا بقى الدور الوطني في شكله الرياضي. أنت بتتكلم كنت قبل كده الجمعية الإنجليزية لكرة القدم هي اللي بتنظم بطولات، هي اللي مسيطرة، هي الاتحاد المختلط هو اللي شامل كل الجاليات الأجنبية والنفوذ الأجنبي في البلاد. لا، النادي الأهلي خد على عاتقه مهمة تمصير الرياضة المصرية، وإنه يأسس لكل لعبة اتحاد مصري خالص. شوف أستاذ إبراهيم، سيأتي يوما يتحدث فيه المنصفون عن اللحظة اللي عايشها النادي الأهلي دلوقتي كما نتحدث الآن عن تاريخه. يعني النادي الأهلي كون لجنة لتمصير الاتحادات وكانت البداية بتواريخ اتحاد الكورة، بعدين بقية الاتحادات وبالأسماء. النادي الأهلي في الألفية الثانية أخذ على عاتقه أن تتحول المؤسسات الرياضية في مصر إلى شركات على غرار ما يحدث في الخارج. أيوة. وأنشأ إدارة مسؤوليتها إنها تمهد لإنشاء الشركات. فيش قوانين كانت بتسمح بهذا. ما كانش في حاجة اسمها استثمار رياضي. ما كانش في حاجة اسمها تنشئ شركات. ما فيش قانون. كان التعريف، لأن الأهلي ابتدى كشركة ولكن اتعدل بعد كده مع بداية الثورة إن الأندية تصبح نظامها الأساسي بيقول هذه الجملة: أندية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف الربح. يعني لا يمكن أنت تقدر تنتخب ناس عشان تعمل شركة. فلما النادي الأهلي عني بأن ياخد هذه المهمة زي ما كان واخد مهمة تمصير الاتحادات، مهمة ان انت تاخد الرياضة الى عصر الاحتراف الحقيقي كما يفعل العالم، كلف بها النادي الاهلي. كنت لي الشرف ان اكون جزء بسيط من هذا الامر فاعرف الاسرار. ومع الوزير الذي تحمس كثيرا وله كثير من الفضل الدكتور علي الدين هلال، عمل لجنة ورحنا مجلس الشعب وغيرنا بعض اللوائح وخدنا بعض القرارات اعتمادها الدكتور فتحي سرور، واصبح شرعيا الانديه تقدر تعمل شركات وتقدر تدخل في شراكه بما تملكه من حقوق. هذه البدايه احنا بنتحدث عنها ببساطه، لكن تبقى شركه الاهلي لكره القدم نبراسا سيهدي الاجيال القادمه. وان الناس هتفكر كيف ياخذ الاهلي بالمبادرات عشان يجر، يصبح القاطره تجر الرياضه المصريه بعد كده. شوفوا ده كلام في منطقه الفخر والزهو بالاهلي، لانه اذا كان جعفر ولي باشا والعظماء بتوع النادي الخمسه الكبار اللي انا قلت لكم اسمائهم خدوا على عاتقهم مهمه تمصير الرياضه المصريه وتطهير الاتحادات الرياضيه وتاسيس اتحادات وطنيه خالصه، كان مجلس اداره النادي الاهلي سواء في دورته الحاليه برئاسه الكابتن محمود الخطيب او اللي قبل كده الكابتن حسن حمدي لما بدات أو عمليه صالح. هي بدات من اول كابتن صالح، الكابتن صالح، الرغبه مع الكابتن صالح والتحرك مع الكابتن لا حسن. هي الاداره اتكونت امتى يا استاذ ابراهيم؟ 2000 2001 أيوه. كان موجود الكابتن صالح. ايوه كان موجودا. اذا كابتن صالح مجلسه خد القرار، كابتن حسن حمدي فعل القرار، كابتن خطيب طور القرار ونفذ الهدف بإنشاء الشركات. الأسماء دي كلها التاريخ سيتوقف أمامها ويعطيها حقها.
كما توقف عند جعفر ولي باشا والذين معه من عظماء الأهلي في وقتها، يتوقف عند عظماء الأهلي أيضا من الألفية، كابتن صالح، الكابتن حسن، كابتن خطيب، المهندس محمود طاهر. كل هذه المجالس عملت على تحرير الرياضة المصرية، تحرير الرياضة المصرية وإطلاق يدها في العمل من خلال شركات مساهمة. كل دورة عن دورة وكل سنة عن سنة البناء بيكبر والفكرة بتتطور والسلبيات بيتم التخلص منها وتعزيز الإيجابيات مرحلة بعد أخرى. ده كان الدور التاريخي للنادي الأهلي، المجلس الحالي بقى في تحرير الرياضة المصرية من خلال شركات مساهمة. أيضا المجلس الحالي تاريخيا سيحسب له شيء شديد الخطورة، شديد الأهمية، وخطوة فاعلة جدا في تحقيق هذا الهدف. عمل نظام أساسي يعطي الجمعية العمومية السيطرة والتحكم في عملية الاستثمار الرياضي وإنشاء الشركات، ولا يستطيع أحد أنه ينتزع هذا الحق منها. النظام الأساسي بتاع النادي الأهلي اللي اتعمل في ظل هذا المجلس هيدخل التاريخ وهو بدوري. ده كلام مهم جدا، لأنه ده ربط حقيقي وفاعل بين الأمس البعيد والحاضر الآن وكيف صار النادي الأهلي بفضل كل قياداته الحالية والتاريخية. كلام تاني بعد الفاصل. الحقيقة أنا عايز أقول لكم ما دار في كواليس هذا الفاصل، لأني بعتبره واحد من أهم الحوارات التي دارت بيننا أنا وفريق الإعداد والأستاذ إبراهيم. كان هناك اتجاه أن نكتفي بهذا السرد التاريخي ونأجل الباقي لحلقة أخرى، ولكن كان هناك اقتراح آخر، وتزعم هذا الرأي رئيس التحرير اللي ما نقدرش نقوله تلت التلاتة كامل الأستاذ إبراهيم المنيسي، ولكن كان هناك اقتراح مني ومن الأستاذ محمد مصطفى وفريق الإعداد إن لا عايزين نكمل في هذا السرد. ليه؟ أولا عشان الموضوع مرتبط ببعضه، ثانيا عشان نتيح لحضراتكم زي ما قلت فرصة تسجيل هذه الحلقة الهامة جدا، وتبقى عندكم حلقة ملحمية تاريخية موثقة عن تاريخ الرياضة المصري وحجم اسهام النادي الأهلي في تمصيرها وتطويرها. وطبعا في مفاجأة من العيار الثقيل، فاجأنا الأستاذ إبراهيم بديمقراطية يحسد عليها في الاستجابة لهذا الرأي. فبدوري أسأله، قول لنا يا استاذ ابراهيم وقول للساده المشاهدين هواة الرياضه ومحبي النادي الاهلي، ما هي الاتحادات او جوله كده كيف اثر الاهلي ولجانه في تمصير بعض الاتحادات او اهم الاتحادات والرياضه النسائيه في مصر؟ بصوا يا جماعه، عشان كل اللي احنا بنذكره من واقع المصادر الحاضره في وقتها، يعني صحيفة الأهرام اليومية وصحيفة المضمار الأسبوعية، ودول كل الكلام بتفاصيله وبمواعيده بأيامه وبتاريخه ده المذكور في هذه الصحف، وده اللي احنا دايما بننشر قصصات منها عن المحتوى اللي حصل. قلت لكم جعفر ولي باشا والخمسة اللي معاه أخدوا على عاتقهم مهمة تمصير الرياضة في مصر، والناس دي لازم تذكر فتشكر تاريخيا. كان معاه فؤاد بيك أباظة، داوود راتب، أبو بكر راتب، دول اللي عملوا على فكرة صالة راتب في النادي وأهدوها للنادي، ولا زال اسمها في النادي صالة راتب بنفس الاسم. دول من رواد النادي، داوود راتب وأبو بكر راتب وأحمد فؤاد أنور ورياض شوقي. ورياض شوقي ده بالمناسبة عرفت أنا من الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه إن ده حماه. يعني بصوا الناس ليها جذور قد إيه في النادي. طيب الخمسة دول كتيبة مصرية عملت على التحدي الكبير لتمصير الرياضة في مصر. يعني انتوا مش بس أبطال في الميادين ولا في الشوارع في ثورة 19 ولا غيره، لا دول أبطال في الميادين الرياضية
ازاي تمصر الرياضه المصريه. سنه 23 تم تاسيس الاتحاد المصري للملاكمه برئاسه مين؟ جعفر ولي باشا. وفي نفس السنه تم تاسيس الاتحاد المصري للتنس بجهود رجال الاهلي ايضا. عمليه التمصير بقى انطلقت في كل الاتجاهات، تم تمصير اتحاد البلياردو، تم تمصير اتحاد رفع الاثقال، اتحاد العاب القوى، السباحه، كره السله، التجديف، السلاح، وغيرها من الاتحادات اللي تم تمصيرها. تمصيرها يا جماعه يعني اتحولت الى اتحادات مصريه خالصه لا وجود للاجانب فيها، تدار لصالح مصر المواطن المصري وهذا البلد الكريم الامين. سنه 24 على طول كان في الاتحاد المختلط بقى اللي تاسس سنه 1910، الميكس ده كان لسه موجود. من اول ما تاسس الاهلي ما شاركش فيه، الاهلي رفض المشاركه في اتحاد المختلط اللي فيه كل الجنسيات، لان الاهلي من البدايه واخد على عاتقه الهدف الوطني مصر، فما شاركش مع الاتحاد المختلط في اي نشاط. بدعوة من النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي اجتمعت الاندية، قررت السيطرة على الاتحاد المختلط وتغير اسمه الى الاتحاد المصري للرياضة البدنية، اقرب للجنة الاولمبية. ده اتحاد الاتحادات بقى، الاتحاد المصري للاتحادات الرياضية، شمل كل الأندية الرياضية هذا الاتحاد. انك انت مش بس تعمل اتحاد لكل لعبة، لا، تعمل اتحاد للأندية نفسها، ازاي تحطهم في كيان مشترك. خلال الفترة دي دارت اكبر واشهر معركة، معركة بوليناكي. معركة بوليناكي معركة مهمة جدا في تاريخ الرياضة في مصر في الحقبة دي. ليه؟ أنجلو بوليناكي ده كان راجل يوناني، كان عضو ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية، وراجل يوناني، بس ما هو المختلط هو اللي سائد والأجانب هم أصحاب الكلمة في البلد. فكان بوليناكي ده هو ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية، فما فيش حاجة بتتعمل عن مصر إلا بموافقة الخواجة بوليناكي. طب هيعمل إيه الأهلي مع الخواجة؟ دي معركة كبيرة بقى دارت في الفترة دي. حرص بوليناكي على انه مفيش حد يشارك في اي دورة اولمبية الا عن طريقه هو وبموافقته، وده طبعا كان ضد الرغبة الوطنية في الفترة دي. الاتحاد المصري للاندية الرياضية اللي انشأه النادي الاهلي بيطلب من ممثل مصر في اللجنة الاولمبية الدولية انه لازم يكون مصري، مصر للمصريين، ده الشعار اللي رفعوه في مواجهة الخواجة بوليناكي. هو أنا بس عايز أقطعك مقاطعة صغيرة عشان الناس تفهم مدى صعوبة المناخ الذي كان هؤلاء الرجال العظام يخوضون فيه هذه المعارك. مصر تحت وطأة الاحتلال. أيوه. الاحتلال من خلال الاتحادات المختلطة ومستر بوليناكي أصحاب السطوة. أنت عايز تشيل دول في وجود هذا الاحتلال صاحب القرار. اتفضل استاذ ابراهيم. طيب، الفصيل الوطني الحر مصر للمصريين، ومحدش يشارك يمثل مصر في اللجنه الاولمبيه الدوليه الا مصري. نعمل ايه؟ قال لك كل الناس اللي في الاتحاد المصري للانديه الرياضيه استقالت، فقعد الراجل الخواجه بوليناكي لوحده. شوف هتعمل ايه يا خواجه. مصر رفضت المشاركة في هذه الدورة الأولمبية في لوس أنجلوس 1932 علشان هذه المعركة. المصريين خدوا على عاتقهم مهمة، أو الأهليون زي ما اتقال عليهم، إن مصر هي اللي ترشح مين اللي يشارك في الدورة، وبوليناكي ما يتدخلش. بوليناكي رفض، اللجنة الأولمبية متواطئة مع الخواجة اليوناني، مش رايحين، ما رحناش لوس أنجلوس 32 بسبب هذا الموقف الوطني لعظماء الأهلي وعظماء الرياضة المصرية وقتها. قطعنا الدورة الأولمبية في لوس أنجلوس إلا لو تم تمثيل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية بشخصية مصرية. ما وافقوش، ما اشتركناش. جينا في مايو 1934 صدر المرسوم الملكي بتأسيس إيه بقى؟ اللجنة الأهلية للرياضة البدنية. دي اللجنة الأولمبية المصرية بقى،
مايو 1934. في 11 مايو 1934 اجتمعوا فين؟ في النادي الاهلي. انا بس للناس اللي فاهمه انه في حد ينفع يعلم الاهلي الاداره دلوقتي. انت بتتكلم الاهلي بيأسس الاتحاد المصري لكره القدم، بيعمل على تنصير كل الاتحادات الرياضيه، بيدعو لاستقبال اجتماع لتأسيس اللجنه الاولمبيه المصريه. الاهلي هو من ينشئ من العدم. فاجتمع في مقر النادي الاهلي في الجزيره مندوبه من الاتحادات المصريه، معاهم محافظو القاهره والاسكندريه، وزير الحربيه، وزير المعارف، لانتخاب اول لجنه اولمبيه مصريه خالصه في 11 مايو 1934. وده كان اول اجتماع للجنه الاولمبيه المصريه يكتب باللغه العربيه، كان قبل كده المحاضر بتتكتب بالفرنساوي، دي ثقافتهم. اتكتب هذا المحضر انه تم انتخاب الامير محمد عبد المنعم رئيسا للجنه الاولمبيه المصريه، وحسين صبري باشا وحسن مظلوم باشا وكيلين، واحمد فؤاد انور سكرتيرا، ورياض شوقي افندي سكرتيرا مساعدا، وفؤاد سلطان امينا للصندوق، وجعفر ولي باشا، واحمد حسنين باشا، وداود راتب، وفهمي ويصا اعضاء. يعني كان تشكيل اول لجنه اولمبيه مصريه يا جماعه مكون من 10 اعضاء، نصهم من النادي الاهلي، نصهم من النادي الاهلي. بعد انتخاب هذه اللجنه الاولمبيه المصريه عقد اجتماع تم فيه اختيار وفد لتمثيل مصر في اجتماعات اللجنه الاولمبيه الدوليه. خلاص بلاها بولوناكي، مش عايزين بولوناكي، بولوناكي ما يمثلناش كمصريين. فتم تشكيل وفد يروح للجنه الاولمبيه الدوليه في اجتماعها اللي كان في 17 مايو 1934 عشان يفرضوا الحضور المصري عليهم. وبالفعل تم ترشيح محمد طاهر باشا عشان يكون اول ممثل لمصر في اللجنه الاولمبيه الدوليه بدلا من الخواجه انجلو بولوناكي. اللجنه الاولمبيه الدوليه قدام هذا الموقف المصري القوي اللي قطع لهم دوره اولمبيه كامله عشان هذا الموقف، وافقوا بالشكل ده عشان يتم تنفيذ حقيقي لتمصير الرياضه المصريه ولجنتها الاولمبيه على المستوى الرياضي. وده كان تنفيذا لشعار ثورة 19، مصر للمصريين. عشان كده في الفترة دي الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية أطلقت على النادي الأهلي اسم أبو الأندية. أبو الأندية مش من فراغ، لا، أبو الأندية كمان حقيقة. كمان يا أستاذ إبراهيم اللي بنتكلم، هو ليه الشعب المصري معظمه ملتف حوالين النادي الأهلي؟ هذه النشأة الوطنية. أيوه، هو شاف ناس بتشتغل عشان مصر. ايوه، وبتخوض معارك ضد الاحتلال، معارك اداريه ورياضيه. ايوه، ما فيهاش عنف ولكن فيها اصرار وتصميم ووعي وادراك. في كره القدم بقى يا جماعه، اذا كان المهندس خالد مرتجي بيقول لك النادي الاهلي لجنه الرياضيه او لجنه الكوره او لجنه التخطيط فيها فلان وفلان وفلان، لازم تعرفوا إن الأهلي عمل لجنة كورة إمتى؟ والله الأهلي عظيم بجد. الأهلي عمل لجنة لكرة القدم 1916. بصوا تنظيم الإدارة في النادي كان عامل إزاي تاريخيًا. في 1916 تم تكوين أول لجنة لكرة القدم في النادي. متخيلين؟ 1933 قررت بقى الإدارة العليا للنادي إصدار مجلة شهرية لاسم النادي الأهلي. من زمان كانت أول مجلة رياضية تصدر عن النادي أو عن أي نادي في مصر. أهي ده العدد الأول صدر منها إمتى؟ أول نوفمبر 1933. يعني لما اتعملت مجلة الأهلي في الإصدار الثاني 1974 كان إحياءً لمشروع تاريخي الأهلي عمله في نوفمبر 1933. 1934 تاريخ مهم جدا. بعض اعضاء النادي الاهلي قدموا مذكره للجنه التنفيذيه في النادي اللي هو المكتب التنفيذي. بصوا عشان تعرفوا عظمه الاهلي، الاعضاء قدموا عايزين يعملوا ايه؟ قال لك احنا بنلعب الرياضه مش هوايه، الرياضه علم، وعايزين نعلم الرياضه في مصر، يعني ندخلها في الاطار العلمي.
بصوا الإسهام الحضاري والتاريخي لأعضاء النادي، فتقدموا بطلب في 34 للجنة التنفيذية في النادي، اللي رفعت المذكرة للجنة العليا اللي هو مجلس الإدارة. تم عرض الفكرة في جلسة 2 نوفمبر 1934، صدر القرار بالموافقة إنه المعهد بدأ في الأول بيدرس الألعاب المختلفة في النادي. من تاني سنة تقرر إضافة قسم لتدريس التحكيم في كل الألعاب. ده زي ما أنتم شايفين. طب والنبي قول لي النادي الأهلي لما يبدأ علميا بتدريس التحكيم، إحنا النهارده مش مدين التحكيم هذه المكانة وهذا التوقير وهذه الأهمية. دخل في معهد الألعاب الرياضية ومدرسة الحكام في النادي 320 طالب في مختلف التخصصات والألعاب. المعهد استمر تقريبا لمنتصف الأربعينات، يعني قعد حوالي 10 سنين. في الوقت ده بقى الدولة قررت بعد نجاح التجربة في النادي الأهلي، المعهد العلمي في النادي الأهلي، عشان كده مجلس الإدارة الحالي وهو حاطط ضمن جدول أعماله وطموحاته في المشروع الجديد إنشاء جامعة للنادي الأهلي، إنشاء مدارس باسم النادي الأهلي. هو ما بينطلقش من فراغ، ده اللي بيعمله مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، منطلق من جذور بعيدة جدا جدا. كان سنة 34 الأهلي عنده معاهد علمية لتدريس الرياضة في النادي في مصر، فاستفادت مصر من تجربة النادي الأهلي الرائدة، وقررت الدولة إنشاء قسم للتربية البدنية في كليات التربية. يعني كلية التربية قسم إنجليزي، قسم عربي، قسم جغرافيا وتاريخ، قسم تربية بدنية بسبب نجاح تجربة النادي الأهلي. بصوا قيمة النادي الأهلي عاملة إزاي في المجتمع، عشان يقول لك حد بيعلمه الإدارة. تعرفين إنه النقلة، إحنا قلنا معركة بولونياكي المعركة التاريخية الكبيرة اللي الأهلي طهر بيها اللجنة الأولمبية الدولية من الوجود الأجنبي الممثل لمصر، وفرض الشخصية المصرية محمد طاهر باشا. لكن كمان 1947 لحظة لا تنسى في تاريخ الأهلي والرياضة في مصر، النقلة الحضارية الكبيرة، إن النادي الأهلي قرر يوم 3 يناير 47 يعمل تعديلات على لائحة النادي. خلينا بس إيه؟ حط سطر على اللي فات. لأن ده صفحة من صفحات التاريخ المهمة جدا 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 في هذا القرار. برضو النادي الأهلي. والله يا أستاذ إبراهيم أنا يعني أسلمك شارة القيادة، وأنا سعيد بالسرد اللي أنت بتقوله. الله يخليك يا باشمهندس. سنة 3 يناير سنة 47 الأهلي بيعمل لقطة من لقطات التاريخ المصري. المرأة المصرية بتحصل على العضوية العاملة في النادي لأول مرة في تاريخها وتاريخ الأندية، عشان يكون يوم 3 يناير 47 يوم تاريخي للمرأة في مصر. خدت حق الانتخاب في علاقتها بالأندية. زيادة الأهلي أو ريادة الأهلي للرياضة البدنية النسائية بدأت من تأسيس أول فريق نسائي لكرة السلة. بصوا يعني أنت مش بس اديت المرأة حق الانتخاب، لا ده أنت اديت كمان الممارسة. بتغير ملامح على فكرة نادي المجتمع. الجزيرة، نادي الجزيرة الملاصق للنادي، وهو برضو بيضم الطبقات الأرستقراطية منذ نشأته، ادى هذا الحق للمرأة سنة 1952. بص الأهلي سبق كل اللي حوالين منه قد ايه. في يناير 47 اتأسس فريق كرة السلة النسائي في مصر. بصوا بقى فكرة ان المرأة حقها تمارس الرياضة. بصوا النقلة الحضارية للنادي الأهلي في مصر اللي بيغير المجتمع. من منتصف الثلاثينات فريق كرة السلة ضم مين؟ نفيسة الغمراوي، عظيمة الرياضة المصرية النسائية دي الرائدة. ضم على سبيل المثال بس نفيسة الغمراوي كانت سباحة مسافات طويلة. بص بقى اللي فريق كرة السلة مع نفيسة الغمراوي: فتحية سليمان، إنعام سعيد، ليلى الصرفي، فاطمة يحيى، عائشة عثمان، اعتماد الغمراوي، فتحية مدكور، وعائشة مراد، وأختها إحسان مراد.
اللي هي مين؟ الاسم الاخير ده لازم تقف عنده، احسان مراد، اللي بعد كده اتجوزها الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي لاحقا، واللي ادى النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي. انا بس بصوا الجذور عامله ازاي، يعني حرم الفريق مرتجي كانت لعبت في اول فريق لكره السله في النادي الاهلي. نفيسه الغمراوي ليه؟ انا بقول لكم نقف قدام هذا الاسم شويه عشان نشوف عملت ايه في الرياضه المصريه. اتفضل. نفيسه الغمراوي يا جماعه اول سيده مصريه تسبح مسافات طويله سنه 38، عامت من دمياط لراس البر، اسست اول فريق للكره الطايره للسيدات في النادي، مارست العاب القوى والهوكي، كانت دي كشكول الرياضه في النادي وفي مصر، كان تاني سيده بتقود طائره في تاريخ مصر. بصوا التنوع، تاني سيده بتقود طائره بعد لطيفه النادي، اصبحت اول عميده زي ما الاهلي اسس لطفيه النادي، اول عميده لمعهد التربيه الرياضيه للفتيات انشاته نفيسه الغمراوي 1947، يعني كليه التربيه الرياضيه بنات اللبنه الاولى ليها رائده الاهلي وعظيمه الرياضه في مصر نفيسه الغمراوي. شفت تاريخ انصع او اسهام حضاري كبير للبلد في جذور هذا الوطن اكتر من اللي النادي الاهلي عمله، من التمصير لطرد الاجانب، لتاسيس الاتحادات من عدم، لتحرير المراه، لممارسه المراه للرياضه، لعلمنه الرياضه، انك انت تبدا تعمل معهد لتدريس الرياضه في النادي. ده كان الجزء الكبير جدا اللي النادي الاهلي عمله، ونتيجه للدور التاريخي لرياده الكره النسائيه تم تشكيل اول وفد نسائي مصري شارك في مؤتمر التربيه البدنيه الدولي. نفيسه الغمراوي عميده معهد التربيه الرياضيه للفتيات، عائشه مراد وكيله المعهد، والاثنين كانوا من بنات الاهلي طبعا. سنه 54 يا باشمهندس نفيسه الغمراوي رشحت نفسها في انتخابات اتحاد الهوكي. بصوا بقى، عشان تكون اول سيده تترشح في انتخابات الاتحادات الرياضيه. طبعا كانت نفيسه الغمراوي هي المراه الوحيده اللي رشحت نفسها في هذه الانتخابات، وترشح مع نفيسه الغمراوي من الاهلي محمود رأفت، وده واحد من عظماء النادي والرياضه، وبعد كده اسس رياضه الشركات وكان له دور كبير جدا الدكتور محمود رأفت، والدكتور نور الدين طراف اللي كان واحد من كبار رموز النادي الاهلي. وزير الصحه دكتور طراف كان عضو في البرلمان سنه 45، كان عضو في مجلس اداره النادي الاهلي من سنه 47 لسنه 52، كان وكيل للنادي سنه 64. نفيسه الغمراوي على منصب الوكيل اسفرت انتخابات اتحاد الهوكي وقتها، فاز الدكتور طراف بمنصب رئيس الاتحاد، ونفيسه الغمراوي اصبحت وكيل الاتحاد، ومحمود رأفت سكرتير عام الاتحاد، واصبحت نفيسه الغمراوي بنت الاهلي اول سيده مصريه تدخل انتخابات اتحاد رياضي فيكي يا مصر، واول امراه مصريه تنجح وتصبح وكيل اتحاد رياضي في مصر كاول واحده تعمل العمله ديت. اللي يذهلك يا استاذ ابراهيم قدام شويه هتكتشف ان بعد رواد النادي الاهلي ما مصروا الاتحادات دي، ناس كتير منهم وصلت لعضويه ورئاسه الاتحادات الدوليه. اسيبها في سياقها. صحيح. اه. على فكره الدكتور طراف واحد من رموز النادي الكبار، واديكم شايفين عضويه مجلس اداره النادي من سنه 47، وده كان سبب مباشر في ترشح الكابتن صالح ضد الفريق مرتجي، لان انتخابات 74 كان المفترض اللي هينزل الدكتور طراف، 76 ما نزلش الدكتور طراف، في اخر لحظه الدكتور طراف ما نزلش، قام الكابتن صالح في رغبته بعد ما كان استقال من مجلس الاداره كعضو، الدكتور طراف ما جاش قبل غلق باب الترشيح في سنه 76 بلحظات قليله، كابتن صالح سحب استماره الترشيح ودخل انتخابات 76 ضد الفريق مرتجي. لم يوفق الكابتن صالح في 76، نجح المهندس عدلي بالمناسبه في عضويه مجلس اداره النادي بتاع 76، عشان تشوفوا قيمه عدلي القيعي وقيمه الحضور الكبير له في مجلس اداره النادي الاهلي. احنا بنتكلم في سنه 76،
وبعد كده الكابتن صالح وفق ضد الفريق مرتجي في انتخابات 80 و84. انا بقول لكم ليه نفيسه الغمراوي يقف التاريخ عندها كتير قوي، تستحق نفيسه الغمراوي، مش من الاهلي، من الوطن كله. الناس اللي بتتكلم على قاسم امين حرر المراه، نفيسه الغمراوي ادت المراه حق انها تلعب رياضه، النادي الاهلي هو اللي ادى المراه هذا الحق. هي حررته. نفيسه الغمراوي كانت زوجة عبد المنعم وهبه. وهبي. عبد المنعم وهبي كان احد رواد كره السله في مصر. عبد المنعم وهبي اول رئيس، اول مصري يرأس الاتحاد الدولي. اول مصري وافريقي وعربي يرأس الاتحاد الدولي. فرأس الاتحاد الدولي لكرة السلة من سنة 68 لغاية 72، يعني اللي فيه الدكتور حسن مصطفى دلوقتي مش من فراغ، بقول لكم هي أجيال بتسلم بعض. إذا كان الدكتور حسن مصطفى أحد عظماء الأهلي ورموزه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أو قبل كده الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، سبقهم كلهم عبد المنعم وهبي إنه يبقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة من سنة الفترة اللي رأس فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم. كانت الحقيقة فترة مهمة جدا من 68 ل 72، وده جزء من تاريخ طويل جدا لأسرة الرياضة المصرية. بس في النادي الأهلي تحتاج وقفات ووقفات. يعني احنا دول اتنين، نفيسة الغمراوي رحمة الله عليها وعبد المنعم وهبي بمكانته الرفيعة، الاتنين دول يا جماعة أصحاب أكبر قصة رومانسية في تاريخ الرياضة المصرية. تزوجا عن عاطفة وحب، وزرعوا شجرة. هذه الشجرة مسمينها دلوقتي شجرة الخالدين. أكبر شجرة في النادي الأهلي قدام حديقة راتب، دي شجرة عبد المنعم وهبي ونفيسة الغمراوي، اتكتب عليها اسمهم لما توفيا. هذه الشجرة لو تروح دلوقتي كل الرموز اللي قعدت تحت هذه الشجرة كانوا حريصين ان يحطوا نحاسة او خشبة عليهم اسمها باسم المتوفى. تاريخ و و و و و وعظمة وتأثير، تأثير داخلي وخارجي على مستوى العالم. بقى هذه القيمة يتقال ان الاهلي ينفع في الادارة يتعلم من حد، او يتلمز على ايدين حد، أو الناس من الأجيال الجديدة ما تدركش هذه المعاني، أو تلاقي حد من الصحفيين طلع يقول لك إيه؟ يقول لك الكابتن الجوهري قال إدوا الزمالك العدالة ودعوا الآخرين ينافسونا على بقية المراكز. أنا بس عايز الأهلي. كابتن الجوهري قال فين كده؟ ده أنا طلعت بصريح العبارة وقلت لهم يا جماعة أرجوكوا هاتوا الكلام ده اتقال فين؟ هاتوا الكلام ده فين؟ إحنا عمالين لكن هتفضلوا تكذبوا على الأجيال، هيرد عليكم التاريخ. أيوه، إحنا كل حاجة موثقة. اللي عنده كلمة يقولها ما يحذفش كلام من دماغه عشان يثبت شيء. الخطر كمان يا باشمهندس انه ما لما يدعوا كده، هو كابتن الجوهر هيقول كده ينسف تاريخه هو؟ حرام عليكم الكذب على عظم التربة. الأجيال الجديدة مش هترحمكم، لأن التاريخ لا يحترم الكذابين. دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وسيبقى الأهل دائما زين النوادي. تحية و